المايك وتعمل انت عن البرزنتيشن. اوكي يلا جو هات. او اذا بدك انت وعندك تيم انت معك بس انت ما يكون كثير كمان ثقيل عليك. هنحاول نشوف انا وياك بس اللي بوز وقف نشوف شو الفيتشر اللي انت فيه. Yes. Sorry. Okay. Excellent. Okay. شو استعملوا هون بالتالي؟ GPS, scaffensor, and geolocation based services. Okay. Yes. Multi-touch features, okay? To pinch, to zoom, to select, okay? With the tip of your finger, okay? So, I don't know if we can do it with the mouse. Something and zoom. اكسلوميتر ابسولوتلي ماشي كمان. اذا ما انك عارف شو بدك تعمل عليكم. خلينا بتشوف كمان الاب هلا هي ذاتها هيدا الفيديو فينا نرجع نستعمله لاحقا لما نحكي عن how to make nicely looking applications and to respect الموبايل GUI recommendations, graphical user interface recommendations. بتلاحظ محل معين كيف كان يعني هدول حعملهم اذا بتكون بال يعني بالعكس هذا كثير قبل ما ناخذ الحصه بوقتها ونقنن شغلنا. لاحظوا مثلا السلكشن كيف عم بتكون كل الوقت لايك فيري لارج بوتنز. اوكي ريكومنديشن بتقول لازم يكون 50 دي بي اي دوتس بير انش ات ليست لحتى لما يكون سكوير لحتى لما يكون كليكبل وذ ذا ثامب او وذ ذا سيرتن فينجر تيب. اوكي شو ما كان لو كان واحد لايك مزارع وبالتالي ايديه بيكونوا سمول كبار او بيكون ولد صغير او بيكون رجل كبير بالعمر او امراه او اوكي سو من ميل لميل الثاني بتحكي حتى للسايز معين. اغلب الطلاب بكره بتشوفوا الملاحظات تاعيتي حتى بالماستر ثيسس تاعيتهم بدهم يعملوا الاب تاعيتهم غرامهم يعملوا او يخلقوا باريرز بينهم وبين بين اليوزر دي باريير كوا اوكي عوائق انهم يستعملوا الاب. سو ببلشوا مثلا ب ساين اب بيج اوكي ويلا وعشوائي انه حليف بقول لهم هيدا انت ولك و20 فيد اوكي وكذا ونكست وما مشي الحال. هلا بدنا ننتظر لتعمل فيريفيكيشن باي ايميل. ذاكرين الاكزامبل السريع اعطيتكم اياه عن البلاد دونيشن ابلكيشن احد الطلاب عملها. سو كان في جاست وان بتن ريكوست بلاد دونيشن كان بس شو الشيء الوحيد اللي لازم يحددوا يوزر معين ليقدر يطلب blood donation فئة الدم and that's it. okay هلأ عم يعني ايه بس بركي هاكر وبركي مدري شو بركي منا وافقين منه okay so مين يعني اول شيء خدا like مين هذا اللي حيقعد يتسلى بهودي الامور actually and you have plenty of ways to check up. اذا عم بيعمل هيدا الشيء هو اللوكيشن تاعته بقلب مستشفى من الكلام تاعه من الكومنت تاعه وبعدين بيقدر يصير يزيد عليهم بس maybe for the first 5 minutes هو ورفيقه عم ينزف يمكن لا سمح الله بعيد من هون بقلب طوارئ بقلب مستشفى. هي اول شغله بحاجه انه يعملها and then meanwhile he can create a profile, he can set up a phone number مشان العالم بلشوا يتصلوا فيه, he can develop them. okay فبيجوا بعدين منا قصة بس خليه يقدر يعمل المين تاسك اللي هو جاي على الموبايل ديفايس ليقدر يعملها. اوكي سو دونت كريت اني بارير. ولما بده يبلش يخلق هودي القصص طلع هون السايز مثلا مش عم بيقعد يدخل انه مثلا اكثر شيء بيخطر على بال الطلاب يحطوا تاكس فيل اديت تاكست
بيعملوا كل شيء ادت تكست اوكي فري فورم صار في دخل اوكي سوري ذا فورمات از انكوركت شو ال 20 لازم يكون دسمل مثلا جابوا حتى انه شو انه 13 انش ونص ولا انه ما ناخر همي انه مثلا هون اذا اصلا هن سايزز نورمال لارج وهيك لشو بدي اقعد تحفظني اياهم انه هن السمول سايز هي 15 انشز ولا لشو بدي احفظهم لشو بدي ادخلهم از تكست اذا هن 3 possible choices حتى لهم 3 buttons like كانهم راديو buttons حد بعضهم ضوي وحده بتطفوا اثنين الباقيين like حتى اكثر من هيك خليني استعمل التنتين والزومي وانا بعدين انت بدا مني بكون عم بعرف تعرض لي اوتوماتيكلي اوكي فبتعرض لي اياها انت كمعلومه انه هني فاينلي اتس 11.5 انشز بس انه انا ما بكون انا اللي عم دخلها بكون عم جاست يور جاستس مشان اقدر اقدر 11 انش لا تطلع كبيره مثلا قد ما بعرف اي صينيه عندنا بالبيت سو لا نحن بس اثنين او ما حتقدينا بنجيب الاكبر سو اوكي بس الانبوت اوف ذا يوزر تخيل عم تشتت الدنيا تخيل واقف ناطر الباص تخيل الدنيا برد تخيل بده اول او اسرع ما فيه جاي يحط ايديه بقلب الجيبه سو ما معه وقت كتير اوكي سو بدك مينيمم تكست انتري اوكي بدك مور لايك اوكي سو بعالم الموبايل في كتير ديتيلز والا اذا بصير الابلكيشن تاعتك دي موتيفيتنج انه العالم يستعملوها في 1000 كومبيتيتور عم بيقدم نفس السيرفيس اوكي سو انا ليش بدي استعمل زوماتو مش اون ليفري ليش بدي استعمل اون ليفري مش ما بعرف صار في كتير هلا عم بلشوا ينزلوا على الموضه اوكي في فاكتور انه مين اول واحد نزل على السوق بس حتى اول واحد بيصير اندينجرد سريعا اذا ما بيكون عامل ذا بيست جرافيكال يوزر انترفيس ذا بيست يوزر اكسبيرينس اذا دائما في ايرورز بسكر الاب يعني ما حدا غريب يعني بتروات استعمل اسماء لا تعرفوا انه لك حتى بيج اكاونت مثل ليتس سي ابي سي عندهم اب مشان تقدر تشوف الستورز والقصص طب انا هذا الشيء اللي بدي اشوفه ليش بدك تجبرني اخلق اكاونت وانا بدي اروح اشوف بس انه اذا في هذا المحل محل معين لا بيجبروني طيب اوكي عنوانك اجباري ايميلك اجباري اوكي ماشي دخلني هون فيريفيكيشن باي ايميل اوكي عملناها بعد شوي تك شفت ستور معين طلعت من الاب او ما بعرف عمل ريستارت التليفون او شيء فبطلت الاكتيفيتي موجوده رجعنا فور سيرتن ريزن نسي ما عامل كاشينج لهيدا الاي دي اوكي مثل انه الفيسبوك قديش في معلومات خطيره عنك وبيسيف لك اللوج ان تاعك على لا. اوكي هون كنت لازم ارجع اتذكر ان شحتيت باسورد انا شلحته شلح بس بدي فوت شوف الستور سو اي هاد تو ريكرييت انذر اكونت لاقدر اشوف انذر ستور سو اتس دي موتيفيتنج اوكي وانت بتحس حالك ديسكونكتد من اللي حواليك اللي هن يمكن عائلتك ظاهر معهم انه ما بقى في اي كونتاكت وانت سيرت بالسكرين بس يو ار ريلي فرستريتد انت ما بدك هيدا اليوزر اكسبيرينس اوكي بدك تخلص من بدك تعمل التاسك اللي بدك اياها بدك تضلك رايح سو ذي ويل يوز يو اوكي از ا بوتنشال كاستمر او غيره او غيراته اوكي سو حنشوف هدول الريكومنديشنز لاحقا هيدا بس هيك تيزر لبارت ثاني حنشوف فيها هاو تو ميك يور اب اتراكتيف اند بليزنت تو يوز اوكي Meanwhile, اليوم خطتنا لليوم طبعا في اب تاني كمان فيكم تشوفوها on your own and you can do the same exercise وفيكم تعملوها on any app of your choice نفس دول الأساس to extract يعني شو هن underlying enabled mobile features اللي هن كانوا مستعملين بأي app في هذه الابليكيشن من الأساس معمولة بال 2010 يعني كان yes. أول ما نزل الموبايل يعني this is surprising حتى هلأ إذا كنت عم تستعملها absolutely بس هيك يعني ما بتعود بقى تنصدم ليش انه لك البيج اكاونتس اوكي لا بيعرفوا يستثمروا بيعرفوا ينقوا بيقول لك انا بدي انقي مثلا احسن موبايل ديفلوبمنت فيرم هلا موجوده بالعالم اذا مش ببلد معين اوكي وهودي الاشخاص اللي بيكونوا they do research all the time مش انه والله بس بيحفظوا كودات it's not about that they do critical thinking all the time okay بيفكروا بهدول الاسس it's on purpose مش انه اكيد حطيت لك المحل معين لتدخل الكوانتيتي مش تقعد تدخل حتى الكوانتيتي من حرام تقعد تدخلها بايدك اوكي and so on and so forth في كثير لفتات بكل المحلات so when you have professional team they are they know very well their domain they did this research all the time اكيد حيعملوا لك very nice quality application ونحن هيدي التارجت تاعتنا نحاول نوصل قد ما فينا لهيدا المحل بالقليل نعرف انه موجودين and then when it comes to in practice work it's up to you انتم تقرروا تستفيدوا من هدول المعلومات قد ما فيكم اوكي طيب today's session we are gonna talk about هيدا بتلاحظوا رقم 04 So I'm gonna use actually the PDF. لأنه ال PowerPoint يمكن ينزع لي ال screen recording اللي عم بعمله.
So we're going to use this part. هي part number 4. كون أنا مقطع بعدني part number 2 اللي هي long introduction. Okay. So هتركها لبحر الأسبوع on purpose لأنه هي شوي طويلة. هي it's the whole picture about mobile computing in general. بشكل إنه كل شيء عم نعمله بعالم السمارت فونز وبالموبايل بلاتفورمز اللي نحن بنعرفهم أكتر شيء حيكون هو مجرد جزء حتعطيك الهول بيكتشر بعدين اوكي باللونج انترودكشن اتس ا بيت سلو اتس ا بيت شو اسمه دانس كمان كمعلومات فخلينا نروح على اشياء كونكريت اشياء نحن بنعرفها نشوف شو في انواع بلاتفورمز شو في كاتيجوريز اوف ابلكيشنز بعد البريك لمس اليد وبعدين نرجع نعمل هيدي الابستراكشن بعد أكثر جنراليزيشن على كل شيء في موبايل كومبيوتينج كونسبتس ان جنرال اوكي قبل ما نروح على غير نقاط بالحصص اللي جاي سو فيرست اوف اول ليش نحن بنعمل هيدي البارت بهذا الكورس في طلاب ياخذوها زي بيقعدوا يفكروا فيها بيقولوا عاد حفظنا شو في انواع بلاتفورمز اي سنه معمولين شو الديفلوبر باك جراوند هيك حيجي سؤال بالامتحان Our concerns are beyond that. Okay, نفس الشيء إنه شو في categories خلاص بحفظ ثلاثة بيجي سؤال عن اثنين منهم بشرح واحدة منهم بعطي two examples خلصت. Okay, you will be missing. أكيد هذا الشيء ضروري مشان أنا هذا الشيء حقوله بنهاية الحصة أرجع أذكر فيه شو بيلزمنا للامتحان on paper. But the whole picture for like to earn money finally in your life or to join a team وتكون added value لألون تكون أنت عندك الوعي الكامل. We should be able to understand the features of each mobile platform. In order to be able to recommend adapted solutions to various businesses, okay? يعني إجي قال له أنت الابليكيشن تاعيتك أنت كنت جريدة وهلا سكرت on paper بدك تنتقل تصير عندك online presence via mobile devices, okay? It's like an informative website. شو عندك text only ولا ممكن تحط videos ولا ممكن تعمل هيك؟ أنت clearly target تاعيتك كل الناس مزبوط مش no. So you need a cross-platform solution. تكون على كل البلاتفورم موجودة. You need this, you need that, and so on. ما عندك access على الهاردوير. ما حدا no. Okay. غير إنه by default تبرم screen reorientation أو إنك like couple of basic things. ما إنك بيعمل. It's not a game. Okay. It's not a healthcare application. It's not a healthcare app. It's not a utility application. So كل واحدة حنشوف كيف إنه كل category of app عندها different requirements وكل business عندها different requirements. So we should be able to recommend the best platform and the best application development approach. So the second point is to understand the application development approaches of each platform and to be able to recommend technical solutions and the frameworks to build mobile applications. يا أهلا. وهذا الشيء منه هين. هذا الشيء بده كتير خبرة. Okay. مثل ما بتدرس بالsoftware engineering دائما أسأل software engineering كتير frustrating you know what is the best design for a certain case okay السؤال بيجي بالامتحان بيعطيك requirement analysis معين من عنده أول شيء بيكون مجتزأ ما بيكون عم خبرك الخبرية okay ولو بدي خبرك إياها ما بتساعد بورقة امتحان and so on and so forth and then you have to propose solution for this business requirement it's not an easy task هبتدي بدك كتير خبرة نحن we are gonna give you like hey, the basic pointers. The interesting questions that we shall ask during the presentation. لهني أنا سألتهم لحالي صرت جيب نقي المعلومات لأن في كتير معلومات out there. Okay. مش عارفني مثلاً كم سطر كود مكتوب لنعمل Android. So is it relevant for the students أي ولا لا؟ I don't know. Okay. So بدي أسأل أول شيء بدي يكون عندي aim معين. شو بدي وصل المعلومات للطلاب؟ وانتم كمان مفروض تسالوا حالكم هودي الاسئله تشوفوا شو بدكم what to extract from these slides okay to make sense out of them okay منا هي بس قصه نروح نجيب زابينج معلومات مين اللي اخترعهم مين التيم اللي اشتغل عليهم اي انه is it relevant اي ولا لا okay لا the interesting questions will be what are the mobile platforms market shares لو انت عم تعمل اب منا لزبون محدد بس انت على بالك تنزل جيم على نسق Angry Bird تضرب بالعالم سو so شو بتعمل شو الاستراتيجي بلش بدك تتبعها بتنزل على اندرويد بالاول بعدين اي او اس بتنزل على اي او اس بعدين اندرويد بتنزل على اثنين سوا شو بتعمل بدك تنزل شيء اب قالوا لك زبون اجى لعندك عم تشتغل اوف شور قالوا لك هذا الكلاينت هو ياباني طب شو بتعمل اوكي سو ات ليست تعرف انه الماركت شير لما تكتشف انه باليابان لايك اي او اس از فار بيوند الماركت شير تاع الاندرويد بخلاف كل الشيء اللي انت هيك انه roughly speaking
اندرويد طاح انه مكاسح الدنيا كلها, او باستراليا تكتشف انه مثلا غير بلاتفورمز هن اللي شغالين اكثر, then you have to target those platforms بالاول. اوكي, هلا من هون ليخلص الكورس للسنه الجايه, لا من سنه لسنه القصص بتفرق. So at least you will know انه it's an interesting question that you should ask yourself about it. Okay, later on لما يجيك real client. Okay, حاعطيك انا الكرنت ستيت وانت it's up to you to detect it later on, to answer it okay at the right moment. وحاليا كل اللي بيهمني تعرف انه هذه الكويشن از امبورتنت, والجواب عليها تحصل على جواب عليها. يمكن تدفع مصاري لتجيب هيدا الماركت ستدي اذا ما في شيء افيلبل بالسوق. يعني شفني دائما بكره هلا بالسلايدات كلهم احصائيات 2015 16, الاشياء الجديده بتطلع بكلوزد ريبورتس بتدفع حقها مصاري لتقدر تحصل عليها, والاكسبكتد لل 2018 كلهم حقهم مصاري اكشلي. اوكي, سو اتس اب تو يو تو اكوردنج تو يور كلاينت تو ذا سيريسنس اوف يور اب انك تاخذ هودي الاشياء بعين الاعتبار. ويتش بلاتفورم از باتر فور اب ريفينيو. اوكي, سو يمكن يكون هيدا السؤال لازم تسال حالك له. اوكي, اذا انت في برقبتك 20 ديفلوبر رفقاتك عم تعملوا ستارت اب and you should be able to earn money by the end of the year, then you should ask this question: which dev team is best fit to build an app? قررت على اب معينه, قررت على بلاتفورم معينه, او على تو بلاتفورمز او وات ايفر. طب انه بدك تعمل ريكروتمنت لهود الاشخاص, او بدك تتعاون مع اشخاص معينين اللي يكون عندهم اكسبرتيز بدومين معين, احسن ما يبلشوا فروم سكراتش, ياخذوا سنه ليتعلموا بدل ما ياخذوا سنه لينجوا. اوكي, ويتش كاتيجوري اوف موبايل ابس تو تارجت. هيدي لما ناخذ الكاتيجورايزيشن بعد البريك للابلكيشنز بتصير تعرف بالقليل البانوبلي اوف تشويسز, الوايت بانل اوف تشويسز الموجود قدامك, وانت وين ممكن تعطي اكثر شيء. في اشياء اكيد كثير 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 بتعرفوها, وهون منيح نشتغل اكسرسايز انا وياكم بالون نوت, نطلع منكم بالاول شو في ابس بتعرفوها ونحاول نحن نعمل لهم كاتيجورايزيشن, بعدين نرجع على السلايدز نشوف a proposition of categorization, لأنه شيء كتير صعب نعملهم. وانت بتصير بتقول اه يمكن انا في حدا قال لي انا بشتغل ببنك. اوكي, سو بعالم سيكتور البنكينج شو ممكن يهمهم, and so on and so forth. So how to get a bustling entry to market بالاول, and how to keep up, لأنه اوكي سو فتت انه مثلا زوماتو اوريدي موجود, شو فيك تعمل شيء انت كيف ممكن تقدر تنافسه. اوكي, كيف ممكن بالقليله تاخذ 20% of its market share, and then how to grow up or how to keep on this number, ما ترجع تنزل. Okay, so one key point هي انك تعرف الماركت شو فيها, وتعرف الابس شو فيها, وتعرف الكومبيتيتورز تاعولك شو بيعملوا, and so on, and then you will rock. So ملاحظين هودي الاسئله كلهم تنروح بس beyond الماتيريال اللي عنا اياها, لايك اوكي اللي هي عشوائي لك انه لايك حفظ تعرف معلومات عن هدول البلاتفورمز, بركي سي تقدر تعمل بهودي المعلومات شيء هو الاهم. اوكي, سو الشيء السبيشال اصلا بالموبايل ارينا بالنسبه للديفلوبرز, لاحظوا من جرد ما صار في اب ستور او بلاي ستور ذاكرين هيك الابس ايام زمان, او ما بعرف بعده في ابس هيك معينه بتطلع عليها لما بدك تنزلهم على الويندوز. افترضنا بدك اب لتعمل باك اب لكمبيوترك, بتلاقي عشرات السوليوشنز, ما هيك؟ في اشياء بتلاقيهم بتجيبهم على 01 نت او على اي تي مدري شو, مش هيك بتنزلهم. في اشياء فور فري, في فري وير, شير وير, بريميوم اكونت برايسنج مدري شو, بتشوف تيبلز. اوكي, بس كنت انت بيطلع لك اصلا بس لباك اب تول بيطلع لك عشرات السوفت وير, ما هيك؟ وبتقعد اوكي بيطلع لك 1000 سايت. لو عم تبرم انت وقاعد بقلب فرنسا اصلا بيطلع لك ديفرنت ريزلتس من جوجل سيرش, طلع لك different tools بحيث عمرك مش سامع فيهم, and so on and so forth. So وكنا نحن بدنا نستقصد نروح لعندهم لهدول التولز لنقدر نشوفهم. هلا اذا بتفوت على البلاي ستور تكتب له اي كلمه مثلا باك اب بتلاقي نفس الليست بتطلع لك تقريبا سيستماتيكلي دائما. اوكي, بحضر لك انت ترتاح اكثر للي عليها editor choice, انه جوجل باصمين لك عليها, تحس حالك مرتاح لها اكثر, تقول لا انه I trust Google. اوكي, they won't give their vote for. اوكي, beyond that في عندك الريفيوز. اوكي, التي لا تخطئ somehow بكثير من المحلات. صحيح في يشتري رفقاته بس قديش انه 100 200 1000. اوكي, سو بس مثلا في 100,000 واحد عملها داونلود, سو انت فيك تدلك توثق to a large extent بالريتنج. يعني عم برم على اب let's say puzzle for kids لابني. اوكي, سو بالنهايه اذا بلاقي مثلا في 3.5 وفي 4.8, like I'm gonna try for, like, ما معي كتير وقت تجرب له اياها, واليوم عبالي يلعب فيها, فانه ما معي كتير وقت. اوكي, okay? so you'll opt for the best rating one.
سو لاحظوا كيف تغيرت اللوجيك. صار نحن صارت الاب تجي لعندك والديفلوبر صار بيعمل ديبلويمنت اونلي وانس اوكي اند ذا هول بلانيت ويل سي ذس اب. هذا الشيء ما كان موجود قبل اوكي. So larger than ever user reachability. هذا اللي بقصده بهالكلمة هيدي. هيدي كانت مختلفة. كان أيام زمان ديفلوبر لما بده يعمل شو عرفني آب معينة فيديو editing آب كان كتير صعب عليه إنه يسوقها. أوكي هيك شيء ديفلوبر عمي يا جماعة بس نزلوها بس يصير عندي أول ألف بعدين يصير بحطها بدولار مش قادر يطلع مصاري من وراها مع إنه كتير بتعقد. كل عالم تستعمل ويندوز موفي ميكر لأنه بيجي شيبت باي ديفولت with ويندوز ما بيعمل لك شيء خطير. فيك تكتب بس هيك انه كريدتس بالاخير انه يطلعوا شكلهم فقري اوكي. هو عامل ذا بيست اب ان ذا وورلد بس ما حدا اي شعر اوكي. سو يو هاف ان ايفر ايفولفينج ماركتس اوكي. من وراء الاكسبانشن اللي عم يعملوها اكثر ما بيصير في ديفايسز اكثر ما بيوصلوا لناس معينين اوكي. صحيح الانترنت كان بكل بيوت العالم بس وانس اجين كانت المشكله بانك انت بدك تروح تعمل سيرش عن هيدي المعلومه اوكي. والعالم يعني اغلبيه الناس 99% اوف the searched queries ما حدا بيفقس على ال next page of Google. ما بعرف حدا هون منكم بيطلع على ال page الثاني أو حبيب أنت الوحيد اللي عم تخلي فعليا إنه تنعش الويب سايتات اللي جوجل مش okay so it's really rare honestly إنه to go to the next pages it's honestly rare. Yes. Once again, like, إذا نأخذ بس هذه الشريحة لك 1 من 30 يعني أقل من واحد أقل من 10% عندنا هون بس بالضبط. So you have a new ecosystem and a new app revenue model. هذا ما كان موجود قبل. كان شو يا ما freemium يا ما trial version وبعدين دفعك مصاري. Okay. يا ما trial period وبتخلص بعدين then you have to buy. بس ما في like it was a binary thing. تدفع أو ما بتدفع. Okay. وبتدفع أو بتدفع بعد فترة. That's it. Okay. هون صار في كتير أساس مختلفة. يعني ما بعرف مين عنده هيك فكرة شو في طرق للواحد يطلع مصاري من وراء الأبس الموبايل أبليكيشنز advertisement okay so هيدي one of the major apps revenues okay. فهيدي جاية من الويب سايت. صحيح هو ممكن من ويب سايت الفيديو اديتور الروسي يقدر يطلع شوي دعايات منها بس أنت وانس عملت داونلود ما بحدا حيعرف إنه أنت عم تستعملك اليوم okay. So ما كان في هيدي الابروتش بالزمانات. هلا مثلا صار يو تورنت بحط لك دعايات بقلب السوفتوير تاعه على الديسكتوب. صار هيدي هلا شوي صغيره مشهوره اكثر اوكي واستوحوها من عالم الموبايل ابلكيشنز بس قبل ما كانت كتير مشهوره خاصه انه انت فيك تكون تستعملها وتكون اوف لاين على الديسكتوب تاعك مزبوط. سو ما حيقدر يطلع مصاري من وراها. اما الموبايل فيو هاف هاير تشانسز ماتش هاير تشانسز انه تكون كونكتد فيا واي فاي فيا 3G اند سو اون. نقطة رقم 2 in-app purchases. هيدي ما كانت كمان موجودة قبل اوكي. ما حدا كان تخطر على باله قبل يعني درجت كتير مع الموبايل ابلكيشنز اوكي. ليش وانس اجين ذاكرين ام محمود لما اشترى الايفون تاعه وصار عنده ابل اي دي وشالح فيه $10 سو ممكن يعني هذا الصندوق اللي بيخليه يغلب ابو خليل ايه والله حنزله عندي بالفارم تاعيتي اوكي. سو بينزله وبيحط عينه وبيضحكوا مع بعضهم وكذا اوكي. احلى من لعبه الشد بكثير اللي كانوا يلعبوها على القهوه من زمان. صار كل واحد بيقدر يلعب ببيته قدام الصوبيا تاعيته and so on وعم بيتسلى بعضهم عم بيتسلوا like the same idea اوكي. بس it's a virtual good okay. مثل ما كان مستعد مثلا يعطي 2000 ليره لمدري مين ليجيب له اسكوبه من برات الطاوله اوكي او اذا او اوكي. So the same it's a virtual good okay and you are willing to pay for it. غير انه محلات معينه لا for serious applications you buy it simply لانه قبل لما بدك تروح انه قديش هالموظف بدها تتذكر تخبرك. يعني بتشوف هلا بعض الموظفين ببعض المحلات خاصه ما تطلب على التليفون ببلشوا يذكروك طيب وبدك ديزرت بدك كذا بيعرضوا عليك كتير قصص بس على الصندوق والناس مشغولين هيك ما حدا بيخطر على باله اوكي. بقلب الاب كله لك بطريقه معينه بالديزاين تاعت الاب بلش يطلع لك كتير قصص لك دي وونت تو باي دي وونت تو رنت ا كار حد الاوتيل تاعك بدك تاخذ هي القصه بدك تعمل هي القصه في 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 اميوزمنت بارك حد الاوتيل تاعك بدك كمان تاخذه بدك تشتري تيكتس بدك تعمل هيك اند اي ويل بروبوز ا لوت اوف ثينجز فور يو اوكي. فهدول في يقول لك انه تايلرد ادفرتايزمنت او ان اب بيرشيسز اند سو اون اند سو فورث. فيها تكون الاب بحد ذاتها كمان بيد ما هيك وساعتها they will pay for it. وهون الفكره بتلاقي الابس صار بطلوا $25 و$40 و$50 مثل الانتي فايروس او غيره ولا 50 سنت
1900 ليرة. بتقول شو 1900 ليرة؟ فنجان قهوة. يلا بلا ما ضيفه اليوم لمحمد. محمد ايه وشو اسمه؟ اوكي ضيفته مرتين اليوم، هو ضيفني قهوة. اوكي and then you will pay for the app. اوكي yeah. اه لا هون اذا بدك تشتري الاب، اذا بدك تشتري الاب حسب في كثير فورمولاز، بس اغلبيتهم like you buy it for good. اوكي and like if it is a game انت حتكون كثير مبسوط، تعرف قديش افورت من وراها وكذا، بتفتح لك مثلا خمس ست مراحل لقدام وانت عن جد حبيتها للجيم. سو يو ويل بي ريلي ويلينج تو باي لايك 10000 pounds. لا لا اوكي ليش لا، بتسخى عليها هلا. بس انت فكر فيها، صاروا بهذا السعر كيف الجروب ديلز حكينا عنهم المره الماضيه؟ لانه اكزاكتلي لأن انا اذا عندي مثلا 500 مليون داونلود، بقول انا قديش الاحتمال كل 100 شخص يكون في شخص هيك مرتاح ماديا يا خيي. اوكي اذا 1% 1% على 500 الف شخص it's something. اوكي وهذا اصلا الريزنينج كمان بيهايند الاونلاين كورسز. لما تشوف اونلاين كورس مثلا كل البيرو غطاطي على الويب ديفلوبمنت ب 10 دولار لك بليف ات، لانه الزلمه اذا بتلاقي في عنده 10000 سبسكرايبرز على يوديمي اتس سمثينج. اوكي يعني اذا اوكي ب 10 دولار يعني هذا الزلمه مطلع لك 100000 دولار. اوكي وهلا ما ادري وين قاعد عم بيصور الكورس الجاي. اوكي سو اتس ريلي ا فيري نايس بزنس. ات ذا سيم تايم هذه كان ذا برايت سايد اوف ات. هلا ذا دارك سايد اوف ات سم هاو يو هاف نيو تشالنجينج ديفلوبمنت مودلز types of apps, contexts of use. Okay, يدل حبينه معي كمان باللونج انترودكشن اللي حاقعد احكي فيها عن التشالنجز تبع الموبايل كومبيوتينج ان جنرال، مش بس تحديدا للسمارت فونز. اوكي سو هدول حنشوفهم بالتفصيل، حنشوف انه اصلا اوكي الحياه حلوه وفيك تطلع مصاري كثير، بس if you make it to the top يا خيي 250 best applications in your domain. بس تبين على الليست بصير بترجع كل منك لك بتطلع بتنزل شوي بتطلع بالريتنج وهيك، بس خلص you will have your chances انه من هال 3 billion users او 5 billion users انه ينزلوا لك الاب تاعيتك، then you will be able to make money. So to name a few حنبلش بالموبايل بلاتفورمز and then بعد البريك الابلكيشن كاتيجوريز. Let's name few mobile platforms that you know. Android, okay. iOS, okay. Windows phone. Bravo عليكم. غطيتوا. So you have BlackBerry, Symbian done by Nokia previously. Yes. هلا هدول somehow legacy systems, okay. بس مثلا BlackBerry كان عندها الستور تاعيتها وكان في عندها اب وكان عندها مجدم. اوكي وبعدني انا بعزي على قلبي نشيلها من السلايدات تماما، اختصرت كثير سلايدات تاعولها صاروا it was revolutionary محل معين. وهذا الهيستوري مهم لكم لتعرفوا كيف ممكن الموجات تطلع وتنزل، لتعرفوا كيف تكون تركبوا هودي الموجات. اوكي ويندوز سي اي بالم او اس ويب او اس اوبونتو موبايل فايرفوكس او اس كروم او اس تايزن او غيرهم. اوكي سو تايزن عم شغال سامسونج شيء يكون خاص لها هي دان فروم سكراتش. اوبونتو موبايل فايرفوكس اند سو اون هن هدفهم يكون في عندك انت web mobile applications. Okay, HTML5 وJavaScript and that's it. شايف تعرفوا انتوا الكروم notebooks. Okay, so the whole operating system that consists of a browser. Okay, والapps اللي انت بتنزلهم هن على Google Docs. Okay, على نفس Google Docs و Google Sheets و okay Google Apps. ومثل الاكستنشنز اللي فيك تنزلهم كمان بقلب البراوزر. So something like that. So very lightweight applications. Very secure and so on and so forth. Yes. Actually, Google حتشوف هلا بعد شوي لك اشتروا الاندرويد بال 2005 بال 2005 yes. Okay. كان في شيء اسمه Android Incorporation. And then they bought it. وهني they supported it. بس مشان يحطوا فيه الجوجل سيرش بار من فوق. هذا كل شيء. وطبعا يقدروا كمان يضبطوا لأنت لما يكون كل شيء في أبس بالعالم عندك يهم بقلب السيرفر تاعك، فانت كمان كمش السوق، انت كل ما حدا يعمل داونلود او كل ما حدا ياخذ مصاري على الادفيرتايزمنت اطلعوا على الناس انت كمان عم تطلع مصاري معهم. سو هيدا اللوجيك تاعيتهم اكيد او البزنس موديل تاعهم. سو ذيز ار ذا مين وانز ذا ثري اوف ذيز.
قبل ما فوت بتفاصيلهم خلينا نعمل هيك جوله سريعه نشوف قديش البريزنس تاعهم بالماركت like هيك the recent days. هلا هيدي هي اقدم احصاء حاطه بالاول بس هلا حتشوف اشياء اجدد. سو بس تشوف فوره الاندرويد كيف يا تقريبا هالفتره اللي كنت عم اشتغل فيها سنتين بفرنسا وكنت انه اول ما مشيت على شركه كان الكل معه ما بعرف كيف هيدي الرنه تاعت الايفون كنت دائما هي اللي اسمعها بالمكاتب اوكي سواء النوتيفيكيشن او رنه التليفون. فجاه بصير لك بلشت اسمع العالم عم بيحكوا عن غير شيء اسمه اندرويد عم تشتغل عليه جوجل كل العالم لك انه بس تصير الشغله ما بتصدق انك انه نو واي اوكي سو انه مستحيل تصير اوكي بس مع الوقت كنا بين ما خلصت انا شغل اكشلي كان صارت الدنيا كلها تاع اندرويد اوكي لاحظ كيف كان الاي او اس كان محافظ على حاله بس الاندرويد كان بياخذ من درب مين كان عم بياخذ من درب البلاك بيري كان عم بياخذ من درب كان مخلى مايكروسوفت ويندوز فون ويندوز شو اسمه موبايل وغيرهم كبلاتفورمز عم تشتغل على مايكروسوفت تتركهم بارضهم اوكي مش عم يخليهم يتطوروا ويعملوا اكسبانشن بالماركت اوكي ريم هي ريسيرش ان موشن هي الشركه اللي عملت البلاك بيري اوكي شركه كنديه عملت البلاك بيري بعدهم بيشتغلوا وبعدهم موجودين بنفس الانوفيشن والكرياتيفيتي اللي عندهم اياه عم بيعملوا كثير قصص ثانيه بس البلاك بيري صار هلا somehow deprecated اوكي اذا بنشوف شيء اجدد 2014 تشوف كيف الماركت شير اوكي العملاق الاخضر الذي يخرج من القمقم وكيف بلش يكسح الدنيا كلها سوا اوكي سو هون عندنا بالاصفر هو الاي او اس لاحظ كيف عم بيضلوا كان بارضه مش عم بيتطور عنده very like هيك elite target audience بعدها هي ما بتغير عالم اوكي اما كل الناس اللي انه like عامة السوق اللي ممكن تهتم كانت موزعة وكانت scattered among the various platforms صاروا كلهم يتجهوا على الاندرويد هلا حيبين معنا السبب ليش خلال التفاصيل اجدد من ميلي من ميلي تاني عم تحكينا عن شيء تاني عم تحكينا كيف الويب براوزنج يعني كيف الاكسس من الموبايل ديفايسز نشوف انه بس هي لانه ارخص عم بيشتروا العالم عم بيقنوا ولا عن جد عم بيستعملوا هودي الناس هودي الناس لا عندهم كمان شيء يستعملوا مش بس هدول 15% اللي بيستعملوا الاي او اس اوكي سو فاينلي the access through to the web services with data traffic through the Android platform exceeded since 2015 by like far away the access through Apple devices. Okay, so أكيد لما يكون نسبة أعلى. So بعد like مش نفس الشيء مش مثل 80-15%. Okay, لأن هؤلاء الناس like إنه businessman أو ما بعرف شو they really use their devices. بس كمان out of the 80% في كتير ناس like they are doers, they are hard workers, they use their mobile devices and they are making a change. Okay. geographical distribution هذه من السنة الماضية September 2016. So you can notice from the map how the invasion of Android is. Present everywhere except Japan, Australia and North America. Okay? بالفرنسا نبلو like les gens de quartier, le quartier nord-west. Okay? Donc you know like the okay? يعني هيك عم بستعمل الفرنسي هيك هدول الأشخاص الأرستقراطية اللي عايشين بهيدي الأكوان بالعالم هون ولا هون. So they are keeping on the iOS. Like حتشوف هلا بالإحصائيات المفصلة فيك تعمل عليها بالبيت زوم ان قد ما بدك موجود هون حتشوف ال I cannot zoom in بلا سو بتشوف محل ما هو في ابيض اكثر يعني في عندي ابل اي او اس حتلاقيها ان ذا يو اس ان فرانس ان يو كي ان جيرماني ان جابان اوكي بالبلاد البيض اوكي وبباقي البلدان حتلاقي لا الاخضر هو اللي مسيطر من عدا بعض الماركتس اللي بنسميها الماركتس الناشئه او ديفلوبينج كونتريز هتلاقي بعد فيهم مثل like نيجيريا او ان افريكا ان جنرال هتلاقي بعضهم اشياء مثل النوكيا والسيمبيان وهيك بعضهم هن اللي كاسحين هيك وات وي كول ذا فيتشر فونز الاريكسون والنوكيا وهيك بعضهم like people were keeping on them ماني واثق لحديد اي سنه هذا الاحصاء كان بس انه it was something it's still somehow representative okay of the market لكن it highly depends عم تعمل عندك like شو الكلاينت تاعك
ب ب ان افريكا حتى بانك حتى بافريقيا it highly depends whether it's north africa ولا central africa ولا south africa okay so it's just to give you an idea انه it really matters okay ما فيك تروح تعمل انت اندرويد اب وتكون انت you are targeting only 10% finally 100% okay it really matters okay ما فيك تقول انا I will target the japanese market with شافني with a windows phone okay application it doesn't hold actually okay so ممكن لازم اعمل escape then control that absolutely okay و combination كمان هارت اللي بتلاقي فيه two major players حسب شو هدفك انت هدفك الاب ريفينيو ولا هدفك like انه cross platform app so you need to target both of them or all of them حسب okay let's get delve into the details of each one of them وبركي how the details هلا من ميلي بشرح لكم ليش how the التطور صار مع الوقت ومن ميلي تانية بيعطوكم فكره اوضح so هيدي تقريبا like the second part of the first talk بعد البريك بيبقى لنا الابلكيشن كاتيجوريز so android it was created by google allied to device manufacturers named the open handset alliance اجوا قالوا نحن بنعطيكم السوفت وير انتم اعملوا الهاردوير اللي بدكم اياه it was a very clever idea okay هذا الشيء اللي خلى يكون عنده هذا الوايد سبريد بدك android device عندك من كل التيستس هلا صارت حتى سامسونج بحد ذاتها بتعمل من كل التيتس في الجي كاتيجوري في الاي كاتيجوري في الاس كاتيجوري جالاكسي اوكي في النوت كاتيجوري اوكي لكل الفئات لكل الاعمار لكل المهن and so on and so forth غير انه الجي فيها تعمل كومبيتيشن معينه الهواوي حي... ما انه ما تنسى انه كل هودي هن عم يدفعوا الماركتينج كامبين تاعولهم جوجل مش عم تدفع شيء من جيبتها صحيح عطته من 700 دولار حق الديفايس او 500 دولار حق الديفايس عطته حصه الاسد هو مش عم تاخذ شيء منه اوكي دايركتلي عم تاخذ اندايركتلي اوكي من وراء السيرش الكليكس الاحصائيات مين ان جايبته وين هو موجود وشو عم بيستعمل واي ابس منزل اوكي وا 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 سو عندك كل الداتا هي اوكي بس انتم ديفايسز بيعوا طلعوا مصاري ما في مشكله اوكي سو ات واز ا فيري كليفر ايديا although they manufactured historically their own Google phone, okay? كان اسمه يكون مثلا Google Nexus, بعدين صار في Google Pixel هلا حاليا مش هيك؟ هذا it's a Google device. بينزلوا لينزلوا معه ويشتغلوا عليه يحرقوا عليه يشتغلوا إذا في new hardware بحاجة لقلوا ليعملوا شيء معين they will test it on it. وبينزلوا بالأول الطريق وكمان بياخدوا شوية صغيرة من الماركت بالسوق. Before like making it like official, okay, for all the other manufacturers. فهيدا دائما بيلعبوها وكل مرة حتى بيشتغلوها مع developer مختلف مع manufacturer. يعملون تليفون لأول مرة كنت مع LG مرة مع okay. I think هن اللي they are doing themselves. Okay, لقوا recipe شو هي. Okay, نحكي مع هيدا المصنع بالصين نحكي مع مدري مين مدري وين and then we can make a phone. Okay. Linux based الاندرويد هو Linux based حتشوف كيف بالتفاصيل لانه عندنا حنستفيد بالحكي عن الاندرويد تحديدا لاحقا سو مش حاخذ بالتفاصيل اكثر بس هذا الشيء بيعطيه كثير فيتشرز حلوين اوكي من ناحيه السكيورتي من ناحيه الروبستنس من ناحيه الكستمايزيشن من ناحيه بيقدروا ياخذوا ريحتهم كثير كثير منيح وكل شيء فيه بيسك ثينجز اذا دارسين اوبريتنج سيستم كان يقول لكم وظائف الاوبريتنج سيستم الخمسه او سته ميموري مانجمنت بروسيس مانجمنت فايل مانجمنت بيرميشنز ويوزر مانجمنت وابلكيشن مانجمنت كل دول معمولين اوريدي لك انت اذا ما انهم معمولين افيشنتلي ومراعيين انه اتس باتري باورد لو هاردوير فوت برنت اند سو اون انت فيك يو كان كاستمايز ات از يو لايك يعني لينكس اذا في درايفر مش موجود له طريقه بتنزل الكود سي تاعه والدي ال ال تاعه سم هاو يو ريبل ذا كيرنل ميك كذا كومبايل صار عندك اوبريتنج سيستم جديد بقلبه هذه الفيتشر ما كانت موجوده يعني لينكس ما بيعرف يعمل اتصال بنحط له جي اس ام درايفر بنحط له الانتنا حده بنجرب صار بيقدر يعمل اتصال يو كان ميك ا كول فروم ا جرافيكال يوزر انترفيس اوكي اللي بدك اياه فيك تعمله فيه اوكي سو هذا اكيد بيعطيهم فيري هاي فلكسبيليتي
اللي هن كان اوريدي اكيد عندهم اياها جماعه الاي او اس لانه هن كانوا اللي مصنعين الماك او اس اوكي وعملوا منه وكان عندهم ذير تايني او اس للايبودز اند سو اون وطوروا ليصير سمثينج ان بتوين اوكي سو ما انا كثير بعيد عن نفس الفكره بس هون انت لانه مش عم ينطلقوا من سيستم هن اوريدي عاملينه. In 2003 Android Incorporation founded and started Android OS بأغسطس 2005 مع الفايب اللي عم تطلع كانت جوجل بوت Android Incorporation. Okay. The first beta release was launched بنفس الوقت اللي كان عم يطلع فيه اول حنشوف هلا قريبا اول iOS based device okay الايفون okay يعني سابقينهم جماعة الايفون كلكم ما عايز بتذكروا هيدا الحقبة كانوا هني اول ناس نزلوها maybe one year later لطلع الاوفيشال ريليس in 2008 اوكي okay. اكتوبر 2008 سو كان تقريبا اخرين شي سنة سنة ونص جماعة الاندرويد اوكي جوجل سو وحتى كان بوقتها ما كان يعمل كل شيء اللي احنا بنفكر فيه سو they launched it مثل ما هلا هو بعده انه free and open source except some libraries مثل جوجل مابس وهيك اوكي okay. هودي في إيلون تيرمز وكونديشنز خاصين فيهم اوكي ما فيك تستعمله مثل ما بدك اوكي تيدلوا كل شيء جيو لوكيشن بيس سيرفيسز او قصص كثير تريكي يا بدك تبرمجها فروم سكراتش ويت تيكس ا لوت اوف تايم وافورت يا ما بدك تستعملها من عندهم ذن يو هاف اولسو تو باي فور ذم اوكي فور ذير كلاود بيس سيرفيسز اند سو اون اند سو فورث هو بالنهايه ان تركوها حتى كسوفت وير وايز من هالقد هالقد لايك انه مفتوحه على الاخير اوكي So it's a tricky point, but you know, like فيك تقول it's a free and open source mainly, okay? بس بالديتيلز لما توصل لمحل معين حتفهموا إنه okay بس إنه محل معين لا بعدهم ضابطين جماعة الجوجل, okay? The versions code names هن بيكونوا suites names, okay? من ال A B ما كان في أسماء أول version أول two versions من C سموه cupcake. دي ما عم ذاكر شو كان وقتها دونات يمكن and so on and so forth لحديت ما هلا وصلنا شو اسمه كان في قبل لوليبوب جيلي بي لولي بوب صرنا بحرف ال ال كيت كات قبل بعد ال ال شو في بعد حرف ال ال مارشميلو بعد الام نوغا هيك يامي سو منيح في بيتي فور اليوم بركي بيسموه بيتي فور بحرف البي قريبا اي دونت نو بعد الان هو اوريو برافو اوكي سو ذا ليتست وان از اوريو سو اكشلي لاحظوا كيف يعني هدول الاشياء اللي عم بعدلهم بسلايس بس خليني نعدلهم قدامكم يعني فهدول اذا كانوا موجودين لا سمح الله وما صح لي وقت شوف شي سلايد معينه بليز بير وذ مي سامحوني انا اي كانوت هاندل ات اول شيء معلومه سم هاو ثانويه إذا شيء بس at the same time and like there is no way you know I can manage all the slides all the details okay هدول من الأشياء اللي هني بتغيروا دائما okay so it was launched in August the main target devices smartphones tablets ولو إنه حنشوف هلا غزو كثير من الأساس extended to many others مثل الأندرويد وير حاليا شغالة بس على smart watches والglasses بس it covers many other things الاندرويد تي في اندرويد اوتو الجوجل جلاسز عندهم كمان their own variant so حنشوف لكل وحده هذا الهيستوري ايمتى بلشت ايمتى اللانشينج اند سو اون شو طبيعه الديفايسز وحنشوف وراها كيف نحن بنعمل فيهم ديفلوبمنت وحنشوف الماركت بليس كيف هي شغاله كيف بدي انا كيف بعمل عليها ببلشينج شو بدي اكونت قديش بدفع مصاري كديفلوبر قديش بده كيف بقدر طلع مصاري يس Yes, yes. I missed adding this thing. I know it's a different type of device. I totally agree. Okay, so it's a different type of device. فينا نزيدها بدياها هون like كل شيء home control. Okay. So the Android development environment حنشوف إنه like the app applications are programmed in Java. ولو إنه أنا ممكن يكون عندي like a different taste of programming كون using Kotlin. Okay. But everything will be translated into Java to be executed. No, Kotlin is built on top of the JVM. Yes. Java. على الاند على الاندرويد ابلكيشن لكل فون ايه بيمروا بارت انه بس اذا هو باور جافا باور بحطوا انه هو لا مش باور جافا بحطوا
اوكي بيكون اخر شيء تحت مكتوب جافا حتى انا بركي بيقصدوا جافا ام اي جافا موبايل اديشن لا شوفوا هلا لمس اليد everything is devalued with Java I'm gonna investigate it هيدي القصة ليش جي اس ام ارينا بيعرض هيك I'm not sure اذا بركي قصدوا بالبراوزر بركي قصدوا انه البراوزر it supports Java runtime Java شو بيسموه جي ار اي Java runtime environment وبالتالي في شي تليفون عنده جافا حطينا مع البراوزر اي ثينك عرفت انه داز سبورت جافا مثل ما بتخيل كان ممكن يحطوا لك داز سبورت فلاش سمثينج لايك ذات اي ثينك هذا اللي قصدهم فيه اذا هيك قصدهم حتى على الديسكتوب بطل كتير فور سكيورتي ريزنز بطل الجافا ران تايم انفايرمنت محبذ انك يعني تعمل شيء يسموه جافا ويب ستارت اوكي او انك تنزل جافا ابلت بتتذكروا الابلت عباره عن جافا كود ذات رانز وذين ذا براوزر اوكي فاي ثينك قصدهم هيك هذه بيحطوها مثل انه كمان اذا وذر ات سبورتس فلاش اي ولا لا وذكرين كنت عم بقول لكم الحصه الماضيه انه فتت على 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 ويب سايت كان انه معمول بالفلاش فلاش از نوت سبورتد باي ديفولت قليل البلاتفورمز اللي ذات اي ثينك بيوزوا فيها من هالناحيه هيدي اوكي اما الابس فابسولوتلي ذي ار بيلت يعني كل الابلكيشن بروجرامينج انترفيس هذه لازم تعرفوا الاختصار شو بيعني application programming interface و it means the set of classes functions methods اللي هن فيك تستعملهم كديفلوبر لا تخلق الاب تاعيتك for instance اذا ذاكرين بعد باول سي بروجرام كتبتو كنت تعملوا هاش ساين لايك انه انكلود ستاندرد انبوت اوتبوت لتقدروا تعملوا سي ان وسي اوت اوكي او برنت اف وسكان اف سو سكان اف برنت اف هذول فانكشنز هن بري ديفايند بهيدي اللايبرري والستاندرد انبوت اوتبوت هي It's part of the API of C, okay? يعني في math.h كمان لما بعمل له import بقدر عيط له power, cosine, sine من دون ما أنا برمجهم from scratch. It is an API, application programming interface, okay? مثل ما مثلاً بالجافا لتخلق graphical interface بتقول له create a new J frame, J button and so on, okay? لتقدر تخلق graphical components. هون the same thing, we are gonna create edit text, text views. في عندي شيء كلاس اسمه تليفوني مسجر مانجر في عندي انتنس سيرفيسز باك جراوند سيرفيسز اند سو اون كلاسز موجودين كل وحده بتعمل لك شيء معين اوكي سو حنشوفهم بالتفاصيل لاحقا ات هاز اي سبيشال جافا فيرتشوال ماشين الجافا فيرتشوال ماشين اذا حدا كان مش عارف شو قصتها عندك كود انت كاتبه بالجافا ات ويل بي translated into what we call bytecode. إذا بتعمله compile بيطلع لك file extension تاعته نفس الاسم بس extension dot class. بقلبه what we call a bytecode منه machine code يعني منه ما كتير بيشبه الassembly والmachine code تدغري ينعمل له execution. بيتحول لشيء اسمه bytecode. الجافا virtual machine هي اللي بتعمل له execution اللي هي بحد ذاتها written in C عادي. بس شو بيصير؟ بيصير لما أنت تقول له open a file let's say a new scanner على ظهر فايل معين حيتحول هذا الكول اذا كنت عم تشتغل under Linux ل basic routines على نفسها f open وبين parentheses اذا اخذين شيء f open method اسمها function اسمها f to open a file هذه instruction موجوده بال C under Linux under Windows تستعمل غير function most probably okay لان اذا ذاكرين بعد بال operating system شو قالوا لكم في شيء اسمه system calls ما هيك appel system لانه system calls هدول هن low level routines to open a file to close a file to read from it low level routine to kill a process to create a process to manage the process to get okay so ذكروا في لينكس كنتوا تعملوا kill minus 9 بيقتلكم process ومش اخذين هيك شيء okay like what else كنتوا تعملوا هدول قليل بس الفايل مانجمنت على اكيد شغالين عليه مبرمجين okay so to open a file to close a file to read from it These are different routines. تيجي جافا virtual machine تتردم اللي هو بين كل هودي البلاتفورمز. لما انت تعمل له compile with a JDK نزله للويندوز بيعمل لك generation للwrite routines. لما انت تعمل له generation with a JDK خصوصية لل okay. So هو automatically بيحول للcalls اللي انت لازمين. Okay. هني عملوا نفس استعملوا نفس الجافا virtual machine بس عملوا له further tweaking. لانه تما تاخذ وقت كتير بالاكزيكيوشن تما تاخذ محل كبير بالميموري اجوا قالوا اذا انا في عندي 16 ابلكيشنز هلا رانينج على التليفون اوكي كلهم
عاملين لودينج لكلاس اللي اسمها string، لانه ما في application ما بتشتغل مع string. بتقول مثلا عندي string تشوف اذا another thing is contained in it، تتعيد للفانكشن اسمها contains، او بدها تشوفها اذا dot equals the another string او اوكي او تعملها to uppercase او lower. فهالكلاس string بدل ما يعملوا لها import، كل ما عملت لها import انت ب different class and different application، بدل ما يعملوا لها loading بالميموري 16 different times او 100 different times حسب كل app، they will load it somewhere special in the heap, okay, execution heap, بشكل تكون هالكود تاعها shared among all the other applications, okay, هيك بيخففوا memory كتير. نفس الشيء الكود تاعك انت اذا الكلاسز تاعولك بيعملوا لهم perfect optimization. So I hope انه يكون في كتير details عن هدول القصص حيكونوا most probably بالكورس تاعكم تاع الفصل الثاني اللي اسمه mobile operating systems, okay. So بكورس الموبايل اوبريتنج سيستم حيحكوا عن كل هدول السبيسيفيسيتيز والادفانسمنتس اللي انعملوا. نحن بهمنا نعرف انه كان في عندهم سبيشال فيرتشوال ماشين اسمها دالفيك، اوكي. هلا كابل اوف ييرز اجو بلشوا يستعملوا اندرويد ران تايم فيرتشوال ماشين اسمها ART. سو لما تسمع هالكلمه هيدي بس تعرف انه اتس ا سبيشال جافا فيرتشوال ماشين، معمل لها هاك، معمل لها تيونينج لسي تشتغل more efficiently on mobile devices. Okay, it costs like less memory, less power consumption, faster execution, and so on and so forth. Okay, is it clear somehow? Okay, so اللي مش محاول يسأل حاله what does it mean a Java virtual machine عم يتعلم الشغلتين سوا. Okay, إنه surprise it's a Java virtual machine that is optimized. بس أصلاً شوي Java virtual machine then you have to learn it also. طيب كيف ببرمج؟ using which tools؟ انت كثير هيك geek وبتستعمل commands وهيك، فيك تبرمج بس using notepad، okay؟ بس انه it's really tough، okay؟ so otherwise ال IDEs الموجودين، كان في واحد يبرمج مع ال Eclipse من زمان وجاي، بس هلا it's they stopped its support completely somehow. وبعده شوي geek كنت انه like او شوي tedious انك تخلق project وتعمل قصص وهيك. ف the best choice absolutely it's Android Studio. كان هذا الحديث سنتين لورا كان مختلف، كنت قلن في شيء عم يطلع جديد اسمه Android Studio بس بعده beta version guys. فانه like انه prototype with it it's not bad, okay, بس keep using Eclipse ADT, it was much better, okay. هلا لا like the contrary، من لما عملوا 2.3 I think صار مختلف تماما، صار انشط، صار حتى الإيميليتور أنشط وكل شيء. وهلا مع 3.0 بكرة بتشوف في كثير تفاصيل، يعني ماشي بتمشي صاروخ بالديفلوبمنت. تستعمل كوتلن بس كمان هو تستعمل كوتلن بالبالانسر كمان، أوكي. فيك you can cohabit two different يعني sub code bases، واحدة بالكوتلن واحدة بالجافا. فيك تعمل internationalization، شوف هالجملة الكلمة الطويلة، مشان هيك بيختصروها الديفلوبرز القليلين الحال ب I18N، أوكي. EDs with N اختصار ل internationalization. هنحكي عنها بالتفصيل لاحقا. انه it means localization او it means translation of your app in different locals. اوكي بدك ترجم كل الليبلز، اوكي بدك اياها تصير available بالعربي، اوكي بدك اياها تصير available بالفرنسي كمان او whatever. اوكي حتشوف هذه شربت مي عندنا اياها خاصه من قلب الاستوديو. اوكي بدك مثلا تعمل accessibility، بدك تشتغل بالثيم، انت منك كتير graphic designer بس عبالك يقترح عليك شيء يطلع حلو قدام اليوزر. سو حتشوف كيف الاديتورز بيساعدوك بطريقه رائعه لتعمل very nice app، اوكي من دون معلم مثل ما بيقولوا ومن دون graphic designer، اوكي. سو لهالدرجه فايتين بالتفاصيل. drag and drop للجرافيكال انترفيس احلى من اللي انت شايفه بالفيجوال ستوديو واللي معمول للفي بي ولا غيره. سو and so on and so forth. Okay, so حنشوف إنه they are very very well done. هذا سكرين شوت وأكيد في واحد يفقس على هذا اللينك ليروح يقرأ من هلا عن هدول التفاصيل، ولو إنه أنا جاي عليهم لاحقا بالتفصيل. I think most probably حتكون بعد الميدترم، كنت مرقن على بكير قبل الميدترم لتبلشوا تحسوا بالرش وتبلشوا تقربوا من الديفلوبمنت وهيك، قلت لكم لأنه تبلشوا من هلا تحضير ومراجعة على الفصل الثاني. ليكون عندنا كونتنت نشتغله اون بيبر، كل شيء ممكن نعمله ديموز او شيء ما في اسالك عنه اون بيبر، خاصه المقدمات الجينريك، اوكي. سو تما نخسر هدول الوقت وما يطلع عندنا الامتحان ثلاث اسئله على 30 علامه حرام كل واحد، اوكي. سو تطلع عندنا شيء لك لذيذ نقدر نسال عنه بالميد تيرم. وار غانا بوت ذس بارت اسايد حاليا ونركز بس على الكونسبتس، اوكي.
الهاردوير no real limit on it. Okay, we have almost 80 different devices, types or categories to test. Okay, to make sure that your Android application works well. Okay, so it's really challenging من هالناحية هايدي. But for the end users, they have a huge selection of phones, notebooks, internet tablets, and so on and so forth. بس أنت بالنسبة لك بدك تقعد لازم كنت تحط هيك شي صورة من صور تعول هيك ال developers اللي بيعملوا تاست بالشركات بتلاقي قاعد عن جد بتشوف شي خرافي قدامه مثلا مينيموم شي 30 40 ديفايس قدامه وداير مثلا نفس الويب سايت تاع نيويورك تايمز عليهم لانه عنده ريل كلاينت ما في يمزح معه اوكي بدي افرجيه كيف كل الصفحات من الهوم بيج وبالرايح لاخر بيج في الحديث الاباوت اس كيف مبينه على كل هودي ديفايسز سو اف يو مالتيبلاي 80 ديفرنت ديفايسز عم تعمل عليهم تاست تايمز let's say 10 different main pages عندك هون انت بدك تتاكد ان كل وحده فيهم عم تطلع بطريقه مهمه بطريقه حلوه so you have 800 different tasks الا ما يكون في شيء 30 او 40 من هدول ال 800 tasks عم بيفشلوا بدك ترجع تغير شيء معين بدك ترجع تعمل تاست لل 800 كيس كلياتهم سوا so it's not really pleasant بهالحاله هيدي غير ما يكون انت عندك شو ايفون اكس وكذا اوكي مع كل الهيستوري تاعيتهم بينضر لك انه سته بيطلعوا عشوائي اوكي سته ديفرنت ديفايسز ضرب اثنين يمكن انه بين فون وتابلت and that's it you will cover all the apple devices so it's much easier okay من هالناحيه هيدي الفيديو ديفايس can also be used to make testing في ايميليتر بقلب الاي دي اي كان لحديت هلا actually to a certain extent limited and you have no real sensors on it بس بالcurrent version كمان تاعت الايميليتر اللي جاي مع الـ مع الاندرويد ديفلوبمنت انفايرمنت في كتير اشياء فيك that you can simulate okay من زمان وجاي you can simulate sending SMSs making a call بين two emulators على السكرين تاعيتك okay مش على real device لما عندك سيم كارد بكمبيوترك هلا صار فيك تحط fake GPS location وتغيرها انت بايدك او تكتب لها شي بروجرام يصير تغيرها gradually okay كل ثانية or so في كمان تعمل you can tell the device okay كان بس orientation و landscape هلا صار فيك تعمل فيه كمان اي degree بدك okay صار في كتير اشي عم تتغير okay بس it will be no match for a real device اذا ما معك real device في كتير قصص ما فيك عندك game بدك تشوفها كيف انه in real time عم تتحرك اذا في هيك انه اي شيء defect بمحل معين بس تصير على هالانجل عم ترجي الصورة او كذا no you need a real device to test on it okay بس to a large extent فيك تغطي كتير قصص إذا هي basic application for news okay هلا بعد معلومة أخرى كمان مش محطوطة هون بالسلايدز couple of years ago بلشوا على Firebase اللي هي الكلاود platform تاعت جوجل يسمحوا انك تخلق انت virtual devices عندهم على server تاعولهم تنين انت شو properties تاعولهم هن بيعملوا لك run لكتير testing scenarios للأب تاعيتك تكتبهم انت وبياخذوا لك سكرين شوتس ات فيري سبيسيفيك مومنتس يعني مثلا فيك تقول له خذ لي سكرين شوت قلع لي هالاكتيفيتي خذ لي سكرين شوت لا عبي لي اول فيلد خذ لي سكرين شوت عبي لي ثاني فيلد خذ لي اوكي لتشوف كيف تدريجيا عم تتغير عندك مثلا يمكن وانس عبيت هذا وطلع سطرين فرق اللاي اوت على الابلكيشن طلعت لبرا وما في سكرولينج لا لازم ننتبه له اوكي البطن هي صارت زحت عشانها اختفت اوكي ما ادري شو صار فيها سو بتاخذ سكرين شوتس ات ايتش مومنت اوكي تفقس على البطن نيكست بتشوف شو صار وانت بس في تطلع على سكرين شوتس whether they are satisfying ولا لا بتحطهم انت وبتنسي هون هيك صار فيك تعمل grid of 80 different devices different screen sizes okay different form factors وتشوف شو بيطلع معك okay different resolutions إيه ليك هذه الصورة كيف طلع شاحبة هون أو طلع pixelized okay so كان لازم نغير مش حاطين الايكون in different definitions لازم هالايكون حطها with high definition مثلا okay مش مبينة مش حلوة مش لايقة okay so عم تتخيلوا الفكرة ايه Okay, so you define the devices, you upload your APK, اللي هي الكنال executable تاع الابليكيشن تاعيتك, بتقول له run. وبتنسى الموضوع, بتروح تاني يوم تجي بتلاقي كل الريزالتس طالعين مع سكرين شوتس وكل شيء. Okay, so لنأكد على قديش عن جد ثقيلة انك تعمل اب ممكن يكون قصدك فيها انك تشتغل على كل الديفايسز, طبعا no one will make it for everything, okay, بس إذا company معينة عبالا يكون مثلا let's say واتساب عبالك بعد تخزي العالم حتى على بساعاتهم حتى مثلا بسيارتهم حتى على التي في تاعهم ليضلهم بكل المحلات انت موجود
Okay, so the big accounts will think about it. Okay. إذا حدا بيعمل مثلا فيسبوك let's say بيهم كل العالم تعمل شير لكل شيء للجيم وين وصلت فيها للتي في بروجرامز عم تحضرون للسكرين شات لشي شغلة كل شيء بدهم okay so بدهم يكونوا present وين ما كان how the developers يعولن حيتعبوا لأنه they have to develop for all these platforms أوقات there is no magical solution they have to redevelop from scratch many things okay so ما فيك تكتب كود واحد يطلع ظابط على كل شيء no way okay بس still إنه the large picture is like this وهيدي منيحة حتساعدكم بركي بكرة قريبا لما نبلش اسألكم how do you qualify a certain device whether it's a mobile device أي ولا لا حيصير عندكم أفكار أكثر آخر نقطة حنشوفها للأندرويد هي شو هي الماركت بليس so شغلة مميزة عندهم ال third party market places are allowed يعني شيء يكون في غير البلاي ستور ملاحظين على تليفوناتكم في شيء اسمه سامسونج ستور اوكي فيك جيب على في ال جي ستور على التي في تاعك اوكي 100% اوكي سو حتى في جي اس ام ارينا او اكس ديفلوبر ستور اوكي سو في مين من كان يروح يعمل ستور خاص فيه هو ويصير العالم يعملوا ابلود لابلكيشنز عليها اذا حدا فات بعالم الفيرتشوال رياليتي حدا جايب ال شو اسمه الفي ار جير سو صار في عندكم اوكولوس ستور مزبوط سو في ار ستور عملتوا الأوكيلس الأوكيلس هي شركة المصنعة على هودي الأسس وصار بالتالي كل شيء في أبليكي بدل ما تفوت وتضيع مع الشيء وتنزلهم بعدين تكتشف أنه ما عم بيصير شيء خطير بقلب الجوجلز حطي لك بس الأبليكيشنز اللي هني في آر فرندلي بقلب ستور لحالهم وهنيك عندهم غير لوجيك للبيمنت غير لوجيك للداونلود للأبديت إلى آخره إلى آخره أوكي فهذا الشيء بيخليك بالتالي تعمل لك very innovative ideas وتعمل أنت كمان بصير أكلس محمس تفوت هالفوتي مع جوجل تتعاون معه أوكي وأنا بتقلك إيه في يعمل my own store ومن هونيك بصير طلع غير مصاري غير عم يطلع جوجل أوكي سامسونج نفس الشيء and so on and so forth unsigned installs are allowed كمان إذا أنت بتسمح له بالديفلوبر أوبشنز من تليفونك تنزل شيء آب معين من دون ما تكون officially موجودة على الستور بيحق لك سو حدا عم يعمل بروتوتايب حدا بده ينزل لك آب تقدر تسمعك مثلا شارفني تكون روتد آب تكون تعمل شيء معين فيتشر مانا موجودة أوكي سو يبعث لك إياها مثلا قدر يعمل هاك لشي أبليكيشن حق مصاري أوكي يبعث لك إياها سو قادر أنت تعمل هدول القصص هذا الشيء بيشجع العالم أوكي most applications are free usually so you should know it بخلاف الاب ستور اوكي اند ذا موست فيموس ريفينيو موديل هو الان اب بيرتشيسز بالاندرويد ابس يو هاف نو كاست تو ببلش يور ابلكيشنز بس عندك بروسيجر لازم تمرق فيها ليتاكد ان الاب تاعيتك ات كونفورمز وذ ذير تيرمز اند كونديشنز اند ذن يو هاف تو باي $25 فور تو كريت ان اندرويد ديفلوبر اكاونت which is the cheapest one مقارنة مع Microsoft و Apple and 30% of each sold app is sent to Google's pockets okay ف يعني هالدولار انت بالاخير طلع منه 70 cents حضلك محمس لما يصيروا 100,000 user عم بيشتروا الابليكيشن بس انه you should know it okay سو برأيك طلعوا مصريات اللي دفعوهم بالألفين وخمسة للأندرويد إنكوربوريشن ولا حلم التجارة إيه؟ أوكي بعرف أنا عم بعرف إنه too much information لأغلبيتكم يمكن ولا مرة مفاهمين أوكي أنا في أشياء كتير بتعرفوها الجنرال هذه كالتشر صارت موجودة وأنا كل ما سنة من سنة قلت لكم عم برتاح مع الطلاب لأنه صار هدول يومياتهم كل بيعرفهم أوكي يعني اعطيتوني دغري اليوم صبتوا دول 3 بلاتفورمز كان من زمان يتقدقوا فيهم كثير الطلاب انه اوكي طلعوا انه اندرويد اي او اس ما ينتبهوا انه في ويندوز فون او غيرهم سو اسم الله الشباب عم تتطور بس بعد في كثير ديتيلز بالانفورميشن بعرف في كثير منا جديد عليكم ولا مره اكترثتوا انه زي شو اوكي بس يو ويل هاف ذا تايم ات هوم واوفر ذا سيشنز كل مره بنرجع بنحكي عن شيء بيكون خاصه فيهم تو جيت اكستم تو ذيز انفورميشن اوكي ف Do not worry إذا بتحسوا حالكم شوي overwhelmed. أنا I will spend another maximum 15 minutes 20 minutes إيه لخلص iOS و Windows Phone. فعندكم comparative table
وهومورك بيطلب منكم تعملوا هذا الكومباريتيف تيبل انتوا والسلايدز مسكرين، بكونوا فرمتوا هيدي البارت تعلمتوها المفروض حفظتوه، حتساعدكم تكون عرفتوا هدول المعلومات وكنا نظمتوهم للمتر. اوكي فا I'm gonna finish with this part. ناخذ البريك بعدين بنكفي بعد. So iOS made by Apple. Okay, it's formerly called the iPhone operating system. بعدين دمجوا الاسمين سوا. It's a Mac operating system, Macintosh operating system based OS. Yes. Target devices in the iPhones, iPods, and iPads. Okay, كل شيء اي. Extended to Apple TV, Apple CarPlay. هلا recently بلشوا يفوتوا هدول فوتي. ونفس الشيء بتلاقي بعضهم مع لي جون شيك. يعني إذا أندرويد بلشوا يعملوا prototyping مع كانوا حاطين على سلايد like إنه I think بركي بأم كذا كذا. Okay, so بنتلاقي سو هون هتلاقيهم فاتوا مع جاكوار و okay وفيراري ومرسيدس بنز وهالخبرية تادي. Okay. So there is always this spirit بين ايتون. The first release was in June 2007. So شايف كيف مأخرين عنهم سنة ونص كانوا الأندرويد. سنة ونص تخيل انت سنة ونص meetings اجتماعات تفكير تخطيط. انت بتقول خلاص يا خلاص لا شكلهم سبقونا. ليك قديش الايفون تاعه حلو. We're not like we're gonna give up on it. لطلع اول موبايل ديفايس بلشت من 2010 2011 وبلشوا يسبقون. لحديت ما سامسونج قوت قلبها وعملت ديفايس بيشبه الابل ديفايس and they had a low suit against سامسونج بس انه خلص فاتوا بالماركت كان اوريدي. اوكي لحديت ما عملوا هيدي الخطوه اجاك حدا مجنون وفات فيها وقلد الديفايس على الاخير وصار بيشبههم وصار عن جد العالم تتحمس انها تجيب هودي ديفايسز. لا قلبت الماركت شوي صغير بس بالقبل يعني عم نحكي بلشوا اشتروه من 2005 لحديت 2011 12 كان بعد ما طلعوا اكيد حق المصاري اللي دفعوها بالاول جوجل. اوكي بس they knew very well قديش promising هيدي الماركت خاصة بكره حتنصدموا انه موبايل كومبيوتينج اول ناس كان بلشوا يحكوا عنهم مثل ما قصة لهلا يدوب وصلنا للتكنولوجي هيدي باللونج انتروداكشن بحر الاسبوع ان شاء الله لما اشوفكم حتلاقي انه من 96 كانوا عم بيتنبأوا فيها. اوكي فكل العالم كانت عارفة ان هذا شيء مهم بس مش عارفين كيف لما شافوا اول ريل سامبل بجون 2007 we really owe all the credit ل ستيف جوبز وابل بهالقصه هيدي هن اول ناس اللي مثل ما ألان تيورينج اول واحد قال لك خلص انه اكيد فينا نعمل كمبيوتر قبل ما حدا صنع كمبيوترات هو بال 48 50 لك قال لهم خلص لك وي شود ميك ا كمبيوتر وبلش يصنعوا كمبيوترات قبل كانوا مش خاطر عليهم كان كل التكنولوجيا موجوده كل الانجريدينتس موجودين بس ما حدا طبخ كمبيوتر فيهم سو ات واز 3G equipped in July 2008 3GS speed in June 2009. The current version هي iOS 11. الأشياء اللي بتتغير. It was launched in September 2017. هلا few months ago. عرفت بالصدفة في حدا عشان هيك جيت وعدلت الصيدات لأن في ما أعرف مين اتصل فيي قال لي ليك مدري شو راح من عندي لأنه عملت update للكذا صار iOS 11. في شيء ما أوكي فبتذكر هذا الشيء. It's a closed source. With a restricted hardware, closed source يعني أنت كشركة أبل ليش قادر توظف عندك 5000 developer عليها دفع نحكي developer للoperating system مش للapplications 5000 developer للoperating system والplatform والAPI ففي 5000 فكرة فقط. أوكي طبعا هن موزعين في ناس عم يشتغلوا على security 100-200 في ناس عم يشتغلوا على operating system architecture يمكن في شيء 1000-2000 عم يشتغلوا على الAPI في بس هالألف ألفين بدهم يبرمجوا بدهم يصلحوا الأخطاء القديمة بدهم يطوروا بالسوفتوير بدهم يزيدوا نيو فيتشر بدهم يجاوبوا كل شيء في ديفلوبر بالعالم إذا عندهم عن جد مشاكل مش عم بيقدروا يعملوها الأكسلوميتر عم بيخبص مدري شو عم بيصير سو فقط هدول الأشخاص هن المخولين يغيروا الأوبريتنج سيستم سو ذيس إز واي ذي ويل مس ا لوت أوف ثينجز ذيس إز واي إت ويل تيك تو ييرز بيفور ذي انتجريت مالتي تاسكينج بعد ما كانوا جماعة الأندرويد منزلينها. أوكي سو إيه بدك سنتين لتوصل لتزيد نيو فيتشر معينة. أوكي And you will start take you know get late in the market على الفيتشرز على متطلبات. أوكي مشان هيك بتلاقي إنه كتير pranks وخبريات وأساس و
نكت على الانترنت انه والله ليك انه من الايفون 6 لل 7 ليك شو عملوا مثلا، غيروا شغله صغيره او زادوا مثلا 1 بيكسل ميجا بيكسل او ما غيروا شيء او وات ايفر. اوكي انه بس كبر السايز او صغير او في شيء خسرته حتى كمان ان سو ان سو فور. اوكي سو لانه ما عندي هيدي الاوبننس اللي بتخلي انا يكون عندي فعليا wide range of ideas, suggestions, developers, features يكون عم يشتغلوا عليه. اوكي so اما ك revenue فاكيد لانه they are selling on it. اوكي فكل كل المرابح هي لالهم وتليفوناتهم اغلى. اوكي so على $900 مش بس advertisement و app percentages عم ياخدوا من الديفلوبرز هيك، عم ياخدوا البيضة وقشرتان طبيعي يقولوا. اوكي okay? they are leaving just few cents للديفلوبرز اللي عم بينزلوا الابس and few hundreds of bucks للreal manufacturers لرأس المال اللي تاعوا الشركات اللي بيبيعوا الهاردوير الاساسي، وكل شيء تاني هني مرابح لهم. في واحد يشوف السيلز كيف عم بيتطور مع الوقت عندهم. So they sell a lot of units actually. It's completely crazy. وتشوفوا كمان بعدهم تل ريسنتلي كل ما بينزل نيو موديل وكيف العالم كلها بتتخانق عليه وبري اوردر. اوكي والبدي الواتش اول ما نزلت. اوكي سو في عندهم هيدي الكالتشر عند المتابعين تاعولون، وفي هيدي انا ما بغير. اوكي سو اند سو ممكن يكون في عندنا متحزبين ابل هون بالصف، يعني دائما يكون في عندنا ما بغير لا مش مستحيل. شفت لي اندرويد بخبص، اندرويد منه سيكيور، اندرويد بعلي، اندرويد كذا انسو. اوكي سو منه سليك منه اكشلي. في هيدي تشارم اي توتالي اجري. اوكي سو موجوده هيدي تشارم، سو وي هاف تو جيف ذم كريدتس لهودي الطلاب والاشخاص وال اوكي ذوز هو بيليف ان ذا اي او اس بلاتفورم، لانه اتس arguably the first general user oriented smartphone. okay so حتى from عم بقول لك from a technical point of view from a هذا historical point of view كيف نحن بنحس بالعرفين، لانه لولا ألن تيورينج انا ما كنت واقف هون، ما كان في شيء اسمه computer science اصلا. okay وcomputerات، فلو ما هدول الجماعه ما كان actually جوجل عملت لا benefit ولا كان سامسونج موجود ولا. okay so they had excellent look and feel, rich user experience and usability. هن اللي خطر على بالهم يدخلوا enabled rich features ويعملوا what we call like the nowadays smartphones. So we owe them all this. وبعدهم لحديت هلا لانه closed source، لانه it's compatible، لانه الهاردوير والسوفتوير compatible مع بعض البعض. So it will be ever forever sleek well designed and so on. ما انت كمان لما تكتر الطبيخه ممكن تحترق الطبخه بمحل معين. اوكي knowing software engineering tools و approaches و development principles بنستعملهم، صار في إمكانية الواحد يتعاون مع hundreds of thousands of developers يبعثوا لك أنت commits لأسس using Git أو GitHub أو whatever something similar. فيك أنت تقرر شو ال features بدك تعمله integration after testing them extensively وكل شيء. So بطلت كتير counter argument، بس استل لأنه مجموعة developers بيجتمعوا مع بعضهم، بيحكوا مع بعضهم، بينسقوا مع بعضهم وعم يشتغلوا بروحية شركة، يعني عم تعطيني مصاري لعملك هذا الشيء، فبدي حافظ على رقبتي وعلى وظيفتي عند أبل. So I will develop the best app in the world. Okay. They introduced new mobile development paradigms, single developer millionaire returns. هذه App Store هن طلعوا فيها هذه الفكرة اللي كنا عم نحكي عنها من شوي. Context aware applications and games من وراء sensors والأسس. And they caused new legal issues, lawsuits against Palm, HTC and سامسون. هؤلاء الأشياء كلهم الخزعبلات طلعوا فيهم الأبل. أوكي بس من بعدها ونسى نحلوا هدول القصص كل عالم فات معهم بالكمبيتيشن. أوكي and they started exceeding them. هلا development environment personally I think it's an ugly language called Objective-C and nowadays it's feasible to program it with a very nice functional programming language called the Swift. Okay, since iOS 8. So هيدي ما فينا نقول عنها شيء، كتير حلوة. مشان هيك على نسقة نزلوا الكوتلن. Okay, تقدرون حتى كمان بسوق developers منفسين. يعني أنت you like the functional taste, then program with Kotlin. بدك شيء sugar added syntax بيسموه. Then program with Kotlin. ما في مشكلة. And you can cohabit
the Java and Kotlin projects. محل ما بدأ أي شقفة مثلا وصلت على program logic معين أهين لك تكتبه functional افتح Kotlin file واكتبه عيط له من قلب الجافا ما في مشكلة. Okay, the same happens here. Okay, it can be mixed within the same project. ال IDE تاعهم proprietary من عندهم اسمه Xcode. عندهم بدك iOS SDK and you can only use Mac personal computers. Okay, هلا فيك under Windows نزل virtual machine تحط عليها الماك تفتح بقلبها ال Xcode اللي هو حيدور لك ايميليتور اللي يعمل لك ران اند اوكي سو ما بعرف شو بدك بروسيسور بدك شيء سوبر بدك شيء سوبر كمبيوتر تقدر تعملها من قلب ويندوز معين سو بالنهايه عم تدفع كمان مصاري على الهاردوير او بدك تشتري لايسنس بدك تشتري الماك بال 2000 دولار وبدك تشتري لايسنس هلا حنشوف قديش اند سو اون لتقدر تبلش تبرمج وبدك تشتري ريل ديفايس اكشلي لانه يو دونت هاف ذا تشويس اوكي ما فيك تجرب اول بيس اوف كود على شيء سامسونج حقه ب 20 دولار او 30 دولار مثلا قديم كثير اوكي تشتري مستعمل من عند كلاس اتس كومبليتلي فيزبل وبعده الكود شغال يعني فيك تبرمج بالذا نيوست اي بي اي وتشوف عليه انت وفيك تعمل له روتينج كذا وتنزل عليه انت على تليفون قديم يمكن يكون شوي ابطا ان سو بس اتس فيزبل اوكي بينما الاندرويد فينا نبرمجه على لينكس فينا نبرمجه لان انت الاندرويد ستوديو بينزل على لينكس بينزل على الماك بينزل على اوكي سو كروس بلاتفورم سو هدول الاشياء حيخلوا حتى الديفلوبر كوميونتي مثلا حتى نحن ما بنقدر نجيبه على البيت نجيب له عنا ماك اند سون ومش عم نبرمج اي او اس هون اوكي فيكم تشوفوا التفاصيل تبع الاكس كود لاحقا طب شو هن الهاردوير الهاردوير از ا فيري ريستريكتد هاردوير ديبلويمنت ايفون ايبود تاتش ايباد ابل ووتش اند سو اون ات هاز ا هيوج ماركت بريزنس لحديت هلا ستيل هاردوير برايسنج updates burns many early adopters actually لانه اوكي يعني كل ما بي شو اسمه بينزلوا برودكت جديد بيكون عنده like very high price ما انه كثير competitive بعدين like بطل كثير supported بينزلوا شيء اجدد اوكي سو هذا الشيء عم بيعمل frustration عند كثير من اليوزرز anyway الكونسيومر هاردوير is equal to the development hardware اوكي فرغم انه هن هالقد بس هن هالقد اوكي يعني هن ما انهم كثار بس ولا هم سو ستيل كثير هين انك تعمل انت تست على هودي الكاتيجوريز طبعا مش حتعمل شيء يمكن يشتغل على الواتش وعلى هدول ات ذا سيم تايم اذا بتعمل شيء يكون تابلت وفون يو اونلي هاف ذيز تو تست اجينست اوكي وخلص الاب تاعتك تطلع جاهزه خالصه مش 80 ديفرنت ديفايس اوكي وحتى باي ذا واي يمكن يكون هيدا وهيدا نفس الشيء او هيدا وهيدا نفس الشيء سو حتى يضلوا يختزلوا اوكي هناك عم نقول 80 ديفرنت ديفايسز لتمثل كل شيء في اشياء موجودين بالسوق كديفرنت فورم فاكتورز كديفرنت سكرين سايزز بس هو في هندردز اند هندردز اوف اندرويد بيست هاردوير ديفايسز اوكي سو هون القصص اهين للديفلوبر للتاستينج سريعا شو ممكن يكون عندهم شو اسمه فيتشرز So, ما مع بالي كتير like تحفظوا details تعولون بس إنه كل هدفي كنت أنا هون فرجيك إنه like عندهم very well specified hardware okay فكتير هين خلص معروف يعني okay معروف شو في عليه شو نزل عليهم voila so مش إنه والله فيك ما بتعرف شو ممكن ينزل لك المانيفاكتشر يعني مثلا مرة بينزل لك سامسونج إنه في FM راديو عليه اوكي المانيفاكتشر بيخترع اللي بده اياه وبيعمل بينزل الدرايفر على الاوبريتنج سيستم بيعمل له ريبيلت وخلص صار في عندك انت راديو ريسيفر اوكي سو هون لا خلص فيري ليميتد هاردوير وبيدله طالما هذا البرودكت موجود بالسوق ما في غير هذه الكونفيجريشن اتس ماتش ايزير اوكي الماركت تعيتون يو هاف نو ثيرد بارتي ماركت بليسز اتس ا نيجاتيف بوينت يوزوالي اوكي من ميلي كبيرة actually ميلة تانية no okay like you deploy only once on the app store okay so معروفة كيف القصص بتصير for companies it costs $300 for individual it costs $100 to create an account and to access the SDK okay to be able to publish the applications هلا for universities it's for free فمشان هيك انت بس كنا لو هون كنا بس لازم نشتري معك MacBooks أو Mac computers وصار فينا بس still هني بيكلفوا غالي بالعادة وبتصير الأساس deals معينين يعني الجامعات بدها تعمل deal مع الأبل
بيبعتوا له الديفايسز بسعر معقول وعساس انه فور يونيفرسيتيز وفور كذا اوكي بس اتس نوت ان ايزي تاسك تو اكواير ذم لحديت ايامنا. Nevertheless في كل هودي القصص انه payment وهيك بس it's a very profitable marketplace okay on one hand. On the other hand اذا انت بدك تعمل cross platform application you cannot ignore iOS users at all okay. So انت مضطر تتعلم او تشوف لك شي platform تعمل cross platform development okay مثل Xamarin ولا Ionic ولا Unity اذا عم تعمل game and so on. احتمال انت تقدر تعمل generation لcross platform application تشتغل عليهم كلهم okay. So you cannot ignore it and especially if you are willing to make money to pay your application to sell it بتلاقي كتير قصص مثل اشياء للتعليم للولاد الصغار okay. They will start with an iOS version okay. حتى في منهم ما في شيء معمول للاندرويد counterpart okay. تكون paid application معمولة فقط على iOS وبعده من سنتين ثلاثة بعدها مش نازل إلا على iOS okay. It's much more profitable on the app store okay. In a glimpse همشي على Microsoft operating system and I will finish in 5 minutes okay. So Microsoft كان عندهم بداية كتير متعثرة. كانوا من الناس اللي عرفوا بالتسعينات مثلهم مثل الباقيين إنه هذا سوق promising وكل شيء. بس بذكر كان عندي ديفايس HTC عملته I think هيدا يمكن اللي هون ما بس حاطت السكرين شات تعيطه شي محل لا مش حاطة هون actually so بس شي على هيدا النسق okay. So تخيل انت مثلا انه like على هيدا السكرين اللي هون اوكي انه داير مثلا ويندو كاملة سو في مع بطن مينيمايز وماكسيمايز وشو لشو الماكسيمايز اصلا اوكي سو شايف لانه كانوا ناقلين الويندوز على موبايل ديفايسز سو كانت اللوجيك عندهم غلط اوكي سو انه هي اوريدي ماكسيمايز ويا دوب انت تقدر تستعمل الابلكيشن اوكي سكرولينج ليفت ورايت وهوريزونتالي وكذا والكلوز بطن كان معه بان وبالبان ما كنت اقدر اعمل كلوز اوكي سو سو ما كانوا موفقين ابدا بالخيارات تاعيتهم اوكي يعني شوف وين كانوا هن ات واز مسليدنج فور ذم ما كانوا عم بيركزوا عليه كانوا بيقدروا يطلعوا مصاري من كل هن الاوفيس سوت والشركات الكبار اللي هن اوريدي عندهم بيرسونال كمبيوترز لكل الشركه يعني كل العالم حتى نحن لهلا 3 لبيت 4 لبيت بس بكليه وحده كليتهم ويندوز بيس روح شوف كل الشركات كل المحلات كل اللي بيشتغلوا وين ما كان في عندك بيرسونال فهذه هي السوق الرئيسيه للاسف كان ممكن لو هن حطوا لأنه معهم مصاري كتير وكان بيل جيت أول أو تاني أغنى رجل بالعالم كان قادر كتير يستثمر فيها وكان كسح الدنيا كلها بس he missed this opportunity okay لأنه بلشوا إنه ما عم يقبضوا السوق جد ما عملوا نفس خطوة أبل اللي هي let's build something customized just for mobile devices okay so حاولوا سن كان عندهم شيء اسمه Windows CE then they built version 6.5 and 7 Windows NT بوقتها طلع and then they started Windows Phone هون كان بلش شوي يصير يشبه الهذا وينافس أكتر اوكي عم نحكي بين 2010 يعني استوعبوا الموضوع تقريبا حتى 2 years after the first release of an Android device اوكي وخمس سنين مأخر عن الجوجل استوعب الموضوع بلشوا يشتغلوا عليه okay like they acquired Android 2005 first release ل beta version 2007 هنحكي first release ل something decent كان 2010 وحاولوا يعملوا their own touch عملوا التايلز اللي هون نحن بنسميهم the absolutely so عملوا المترو ديزاين بسموه ودفعوا عليه كتير و okay على نسق الماتيريال ديزاين تاع جوجل بس كان غير شيء ما كان ما زبطت كانت معه على اساس انه مثل المترو مثل الساينز والقصص وهيك انه سو انه تو كاتش ذا يوزر اتنشن بس they didn't succeed actually in yes ف هلا مع الويندوز 10 actually بعتبر عندهم a very nice comeback okay لما تلاقي الويندوز 10 مثلا حدا يفرمت لك بالشركه تاعيتك الكمبيوتر بتاعك من الويندوز 7 او 8 يحط لك ويندوز 10 تلاقي نفس الهاردوير كونفيجريشن بس الاوبريتنج سيستم انشط تقول واو اتس ريلي نايس ولانه حطوا براسهم يشتغلوا موبايل فيرست اوكي از ان ابروش يعني خلينا نعتبر انه الديفايسز هن
كتير ضعاف بالهاردوير كونفيجريشن. Let's build something that works well on these devices first, بعدين نعمل شيء ثقيل على الويندوز. وبطلوا يعملوا include لويندوز 32.h بعدين هاش يعني بكل فايل عندهم include الويندوز 32 include الويندوز 8 okay. So they built on top of the previous versions of Windows. Once طلعوا من هيدي العقلية صاروا يعملوا شيء from scratch, يخلوا الكيرنل يعرفوا شو الكيرنل تاعنا مزبوط وشو بنقدم سيرفيسز نخليه مثل ما هو, بس نقدم very sleek applications on top of them تكونوا touch friendly. يعني هلا اذا بتشوف الانترفيس عندي هون بس اطلع على الويندوز تاني لقيت it's really touch friendly okay. ف they can target الهايبريد شو اسمه بيرسونال كمبيوترز النوت بوكس والالترا بوكس وهالقصص هيدي التابلت والتو ان وان اللي بيسموهن, وتدريجيا يروحوا على شيء بركي فابلتس او تابلتس اند ذن موبايل ديفايسز ايفنتشلي اوكي. فعملوا هيدا التقدم المحرز, بس بالتالي كثير صعب اصلا واحد يحكي عنهم من ميلي مش كثير محرزه لانه ما عندهم بيج ماركت شير اوكي. من ميلي كتير تغيرت القصص, so أنا محاول حط المينيموم ريكوايرد عندهم. صايرين بين الاثنين, من ميلي بيتعاقدوا مع كتير هاردوير مانيفاكتوريرز لأنه مايكروسوفت ما بتصنع هاردوير أوكي, so عندهم هيدي الفكرة, بس من ميلي تاني بعده closed source بس مايكروسوفت اللي بتتحكم بالويندوز تاعه بالويندوز فون and so on. Target devices هني سمارت فونز شوية تابلتس, بس ما راحوا أبدا بعد وصلوا لمحل كارز وخبريات وقصص. صار فكرتهم هي هيك. بعدهم إذا بدك قالوا خلاص ما تزعلوا منا ولا ما كان قصدنا نفوت بهذا الدومين. نحن بعدنا personal computers بس نحن عم نعتبر هودي الموبايل computing devices هني personal computers. عبينا تطلع اللوجو تاعنا عليهم كلهم سوا. أوكي؟ فمش عم نتعدى على شغلكم. نحن بس عم نحاول نكون نبقى بالماركت. أوكي؟ ونعم نعتبر صار الناس عم تستعمل هودي devices أكتر بكتير من هذا اعتراف من مايكروسوفت أكتر إنه الموبايل vibe is becoming larger than the personal computing era. So حاولوا مع المترو ديزاين يعملوا their own touch. It was inspired from Windows Media Center and Zune. Zune هو مثل الايباد كان شيء MP3 player, والويندوز ميديا سنتر هو كان ابلكيشن على الويندوز واحد يقدر يتحكم فيها بسهوله يبعث ستريمينج على التي في تاعه and so on. Inspired by public transportation signs, objective كان يكون عندنا clean design, light, open, fast and personalized. هون عملوا خطوه حقيقيه جديه بخلاف دول الكلوز باتن مش عم نقدر نطالع and so on and so forth. اوكي اليو اي تاعهم كان divided into hubs, people, music and so on. استعملوا على Xbox Live, Office, Zoom and Netflix integration. So كان في هذه التاتش اللذيذة اللي عملوها, بس still it didn't attracted that much users. هلا البروغرامينج language هي كل شيء .NET, فيكون C Sharp, C++, VB, JavaScript, okay, مخلوط مع شوية Silverlight, okay, scripting مع كتير قصص proprietary من عندهم هني, okay. هلا هذا الشيء كان كتير بيعجب كل الديفلوبرز اللي متعودين على الدوت نت انفايرمنت, كانوا حاسين حالهم قادرين يبرمجوا with a هيك by learning a very tiny API دغري يبلشوا يبرمجوا للويندوز فونز. بس ستيل حتى هو ان الدوت نت بروجرامرز منك عم تحكي مثل لايك انه سي بلس بلس بروجرامر او جافا بروجرامر او ويب ديفلوبر اوكي. سو ال IDE تاعهم هو المايكروسوفت فيجوال ستوديو بطبيعة الحال, و they have their own emulator. الإيميليتر تاعهم شيء كتير لذيذ بالحقيقة. Recently صار لأنه في عندهم شيء اسمه الهايبر في بيخليهم يقدروا يعملوا كأنه فيرتشوال ماشين فيك تنزل عليه another Windows, وباي ديفولت الهايبر في فيك تقول له مثلا إذا أنت منزل ويندوز 10 فيك تقول له launch another Windows 10 virtually, تعمل فيه تخبص فيه تجرب فيه اللي بدك اياه بعدين ترجع تطفيه. وشو بيكون عم بيعمل؟ عم بيستعمل real operating system تاعك ليعمل management لكل الابليكيشنز اللي حتنزلهم جوات الهايبر في الجديده اوكي. والانترفيس هي كانك ندور ديسكتوب جديد, بس انه كل شيء انت بتخلقه فايلز وقصص وكذا اتس garbage بيضلوا جوات الفيرتشوال ماشين اوكي. فكتير خدعه بصريه هني عاملينها لا اكثر ولا اقل, يعني كانك دورت ابليكيشن عاديه, وهذا الشيء اللي عم يصير معهم بالايميليتر تاعهم اوكي. سو اتس ا فيري فيك ثينج, بس بتخليك الايميليتر يكون كتير نشيط. قالوا لشو نحن بدنا نقعد نعمل مثل جماعه الاندرويد يضلوا 3 ساعات ليدور الايميليتر مدري شو 1 جيجا بايت رام والى اخره. نحن ما انه جماعه الاندرويد بدهم عن جد يقلع لينكس الحقيقي اللي هن بيست عليه الاندرويد تاعهم, يعمل لانشينج يكون في فيرتشوال ماشين حقيقي عم تعمل له اكزكيوشن وبعدين تدور الجافا فيرتشوال ماشين تاعت بعدين يدوروا الابس اون توب اوف ات. سو بدهم كل هدول الاشياء يصيروا لتقدر تشوف
يكون عن جد it reflects the reality as on a physical device. هدول لا ما اكترثوا لأنه الفيزيكال ديفايس شو نزل عليه؟ ويندوز 10 نفس الشيء، أوكي؟ أو ويندوز فون. So هيدي شغلة لذيذة عندهم. الهاردوير it varies a lot، وبتشوف أنت بالستور تاعهم إنه هالأب ما بتشتغل إلا على التليفونات اللي عندها هاي ريزولوشن، أوكي؟ هالأب ما بتشتغل إلا إذا كان في أكسلروميتر. So كان في كتير بايندينج بين الأب وعلى أي ديفايسز بتشتغل. عند الأندرويد غير فيلوسفي، so مشان هيك ما كتير تتصل للتفاصيل، بس انه لانه هيدي الرينج اوف تايبس اوف سي بي يوز ممكن يشتغل على رينج اوف ات فاريز كمان ا لوت. اي ديدنت كابتشر ايفريثينج. الخلاصه من هيدي سلايد بس بدي اياك تعرف انه صحيح انه في اكثر من مانيفاكتشرر، اي بس بعدهم عددهم كثير ليميتد اون وان هاند. اون ذا اذر هاند خلقين شيء كثير بايندينج قوي بين الاب وعلى اي هاردوير تشتغل، اي يعني هذا ما بيشتغل الا على اللوميا 9، اوكي؟ طب ليش؟ اوكي سو ما حدا حيقعد يبرمج ويتعذب اب كامله 25 ديفلوبر ليشتغل على اللوميا 9. طب بديش الماركت شير تاعه، اوكي؟ بكره بتشوف بالاندرويد بتنقي بس الفيرجن اوف اوف اندرويد، بس انا اد كيت كات بيقول لك 97% اوف اندرويد يوزرز حيقدروا يستعملوا الابلكيشن تاعتك، يو ويل بي مور ذان هابي، اوكي؟ بدك شي فيتشر ادفانسد ابي نقصك اياهم نقرا، بدك تنقل على فيرجن اجدد بعد العالم مش منزلين عندهم، فماكسيموم سي بلا 92 يو ويل بي كمان فيري هابي، اوكي؟ بس يطلع بالاخير 99% او 97% من كل الاندرويد ماركت اللي هي اوريدي كثير كبيره. طيب اذا انا هاخذ 15% من الماركت تاعت الاي او ار تاعت الويندوز فون اللي هي اصلا كثير صغيره، it will not be appealing، اوكي؟ فهيدي عندهم اياها هن a very big problem. عندهم app market competitive، third party market منهم allowed، شيء سيء. developer account $20 ارخص $5 من شو اسمه، بس for companies $100 free for students، بس still it's not really appealing and it's not really working well. كل سنه بقول بس انا يمكن السنه الجاي اجي اخبر الطلاب شيء مختلف عن جامعه المايكروسوفت، بس it's not happening. اوكي هدول مهمين هن والبلاك بيري. سريعا حول شغلتين على البلاك بيري مهمين لتعرف انه انت البلاك بيري من 99 بلشوا وعملوا، تشوف الديفايسز تاعولهم كانوا بزنس كلاس ديفايسز، كان حقهم غالي وطلعوا مصاري كتير من 99 لل 2010 11 12، اوكي؟ بعدين انكفأوا. ليش انشهروا؟ سو ريسيرش ان موشن هي شركه كنديه كتير محترمه، عملوا كتير اشياء انوفاتيف بالحياه، من ضمنهم عملوا كلافر ايميل هاندلنج للبزنسز، اوكي؟ كايند اوف واتساب الايميلات، اوكي للبزنسز، يعني خليه يجيك بوش نوتيفيكيشن لما يوصل لك ايميل وتشوفه ان ريل تايم، و تعمل تشاتنج ويكون في ثريدنج للايميلات وهيك، عشان بلش يسرقوها منهم جماعه الجيميل وجماعه الاوتلوك لاحقا، اوكي؟ سو عملوا اشياء كثير لذيذه استهوت البزنس مانيه، وعملوا لهم سينكرونايزيشن مع مايكروسوفت اكسشينج سيرفرز، هيك صار عن جد هيدا اللي كنت عم بحكي عنه هذيك المرات، المانجر اللي بده جاي من فرع غانا جاي على لبنان يشوف شيء هون، قادر يشوف الملفات والسيفيات والقصص ويبعث ايميله، اوكي؟ فروم وان سينجل ديفايس، كان يجي معهم فولي فلاجد كيبورد، سو ذي دونت كير اباوت التاتش الا مشان التسليه، بس عندهم هذا الكيبورد بقلبه كل الكاركترز كاملين، في ناس ما بعرف انا ما بقدر استعمله، بس في ناس كان عن جد يقدروا، اوكي؟ سو كيبورد كامل كانه معه كمبيوتر بايده الصغيره، هلا في منهم كان لك يفتحوا بالعرض وكذا تبلش انه الكيبورد مخفي وقت بدك فيك تطلعه. سو كان عندهم كثير فورمولاز لذيذين. من ميله ثانيه اذا بتسمعوا هيك بلدان الخليج وهيك، نحن ما كثير انشهر عنا بلبنان لانه كان حقهم غالي ديفايسز، بس بالخليج محلات كثير كان انه خاصه محل ما في سنسور شيب وهيك العالم بدها تحكي مع بعضها، كان البي بي ام اذا بتسمع هيك لك بي بي ام، اوكي؟ بلاك بيري مسجنج سيرفيس. اشتراك تاعك كان غالي، اوكي؟ كثير عالم استعملت absolutely. So هيدا كان it was a main reason هالمرة، مش بس بين البزنس مانية كمان among the youth. So هو كان الواتساب القديم إذا بدك، okay؟ فبس كان لأنه bound to this type of devices ما كان قادر يشتغل مزبوط ويمشي مزبوط، okay؟ So هيدا اللي خليهم يعملوا بوم بيس على الجافا، على الجافا فيرتشوال ماشين. كيف كانك أنت البايوس بينزل محروق على ال إبروم عندك على المذر بورد، هذا الشاشته زرقاء بيقلع لك الكمبيوتر، اما الاوبريتنج سيستم ويندوز فبتنزله من سي دي وتنزله عليه. نحن هون كان محروق الجي ام اي جافا موبايل اديشن، كان على شو اسمه ات واز فيري هارد تو هاك او تو التر او تو دو اني ثينج، فكان ريليتيفلي كثير سكيور، هذا الشيء بيريح كان كل البزنس مانيه.
on top of it كان في الاوبريتنج سيستم شغال وكل الابلكيشنز التانيين، وهن كانوا عاملين قبل انه فكره ستور او شيء كانوا عاملين هن كل الابلكيشنز تاعهم، فكان عندهم كمان وانس اجين الهاردوير والسوفتوير كثير كومباتبل مع بعضهم رشيقين اند سو اون، استهوا كثير الناس. بس عدشلت انا كل شيء في سلايد الثانيين بيحكوا عنهم بقارنهم مع الباقيين، لانه اكشلي it only lived for 14 years okay almost لحديت 2014 تقريبا، وال2014 في هيك بوست معين بيعلن تقريبا لايك انه اول اعلان كان للوفاه تاعت البلاك بيري رسميا، مع انه بعده يس مع انه بعده في كابل اوف ديفايسز بالماركت، في سبورت شوي صغيره لهم، بس ريم ما عادت هي اللي عم تشتغل عليهم. انتون هون في عندكم شوي ملخص سريع عنهم، بس المفيد اكثر هو هذا التيبل. فيك تروح على البيت يا تشوف السلايدات وتحاول انت تطلع هذا التيبل فروم سكراتش وتقارنه معه اوكي ايديالي، يا ما كمان للمراجعه قبل الامتحان بنهار فيك ترجع تجيب هدول، مع انه كل التفاصيل اليوم انت سمعتهم. يا يا سو هلا اي هاف تو ابديت ابسولوتلي اوكي سو فيكم شو اسمه ترجعوا تطلعوا هذا التيبل فروم سكراتش. ثانك يو فور ذا ريمارك، تحاول انا ارجع اضبطهم كمان من ميلتي. سو الهوم ورك اللي هون في نمبر 1 لانه للبارت الثاني كمان في نمبر 2، سو وذ ذا سلايدز كلوز درو a table and fill it with platform names on rows and their criteria on columns and like criteria it means release date, mother company, IDE, programming language, developer account fees, marketplace, tak tak tak. تحاول قارنهم بيس على كل هدول الكريتيريا. Okay? If you will be able to fill 90% of the table correctly, معناتها تقريبا انت كل الحصة صارت حاضرة بذهنك. وأهم شيء كل ما هيك تطلع معك معلومة تفكر فيها تقول لكن أنا إذا بدي كردي أعمل هيك شيء بعمل هيك، أو هاي الشركة ليك عملت كذا لكن عملتها مشان هيك أيوة أوكي and so on and so forth okay. So if you are able to do this reasoning بيكون كتير ماشي الحال. كيف ما برم السؤال بالامتحان سواء حفظ مباشرة على هدول المعلومات فليكن، أو عم بعطيك كيس معين وعم بقولك أعطيني recommendation شو بعملها بهيدي ولا بهيدي على هاي البلاتفورم ولا على هاي، ليش برأيك الشركة الفلانية صار معها هيك and so on and so forth. Maybe like most probably you will be able to reason about the case وتعطيني interpretation من وراء هدول المعلومات. Okay? Is it fine? Good? يلا نأخذ البريك لتنا سوا وبعدين نكمل part number 2.